السلام عليكم سي احمد، احنا دابا اون لايف دونك غنتسناو شويه واحد الخمسه دقائق كالمعتاد على بيد ما نبارطاجيو شويه، وكنطلبوا من الاخوان اللي معنا يبارطاجيو في لي باج ديالهم في المجموعات، حيت هذا اجتماع مهم، هو في الحقيقه ان كونت روندو، دونك هادشي اللي غنحاولوا نديرو. اذا خصنا نوصلوا اكبر عدد، واللي ما استطاعش راه غيبقى اللايف مسجل في فلاباج ديال المرصد المغربي للتربيه الدامجه. اذا عندنا خمسه دقائق بالضبط وغنديماريو. اوكي سي مصطفى، دونك انا وياك غير المنهجيه باش نخدموها. دونك نبداو كما اتفقنا عليه ياك. احنا دابا في اللايف، من الاحسن خلي التليفون، ولا انت مكونيكتي من التليفون مصطفى تسمعني؟ اذا نقولوا بسم الله وقيل ياك. ضروري نبداو خويا مصطفى. شفت عائشة الرتبي، ما عرفتش علاش معنا، شفتها في الفيسبوك وما معناش هنا. على اي حنا غادي نديماري واللي التحق بنا ممكن يلتحق. اذا السلام عليكم، مرحبا بكم وبكم في هذا الاجتماع الاخباري الذي هو في حقيقه الامر بمثابه بلاغ. فكما كتعرفوا كاملين ان هذه المده الاخيره كان المرصد المغربي للتربيه الدامجه مع الاتحاد الوطني للجمعيات العامله في مجال الاعاقات الذهنيه خاضوا مجموعه ديال المحطات النضاليه اللي بغينا نقولوا متعلقه بدليل المساطر ودفتر التحملات ديال دعم تمدرس الاطفال في وضعيه اعاقه في اطار صندوق الحمايه الاجتماعيه والتماسك. كانت مجموعه ديال الامور اللي في الحقيقه تبين الهيئتين واللي مضويين تحت منا مجموعه ديال الجمعيات، باش ما نفهموش راه غير هاد الهيئات اللي داروا، ولكن راه هما هيئات ممثله للجمعيات على الصعيد الوطني. وكانت مجموعه ديال اللقاءات، مجموعه ديال التشاورات، كان بلاغ صحفي اللي تم التداول ديالو في مختلف منابر الاعلاميه بما فيها الدوزام وام 24. من بعد كانت وقفة أمام وزارة التضامن، هذه الوقفة خلفت واحد رد فعل اللي ممكن نعتبره إيجابي، واللي كان هو تحاور أو فتح باب الحوار من طرف الوزارة الوصية، واللي طبعا كان هذا الحوار كان يوم الاثنين. إذا الحوار أفرز مجموعة ديال النتائج اللي طبعا كانت مبنيه على 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 مجموعه ديال المطالب، وممكن نقرا هذا اذا سمحتي سي احمد. ان قلنا كما كان مقررا له سابقا، فقد تم استقبال ممثلين على المرصد المغربي للتربيه الدامجه والاتحاد الوطني للجمعيات العامله في مجال الاعاقه الذهنيه من طرف السيده وزيره التضامن والادماج الاجتماعي والاسره، مرفوقة بالسيد الكاتب العام للوزارة بالنيابة، السيدة رئيسة الديوان، ومجموعة من رؤساء الأقسام والمصالح بالوزارة. وقد شكل البلاغ الصحفي كوثيقة أو لشكل البلاغ الصحفي وثيقة مرجعية لطاولة النقاش والتفاوض. في البداية تناولت الكلمة السيدة الوزيرة التي عبرت عن موقف وزارتها الإيجابي إزاء خدمة الأشخاص في وضعية إعاقة من خلال جميع البرامج الحكومية، مع اعتماد مبدأ التجويد وإصلاح ما يمكن إصلاحه كلما تبين نقص أو عجز، وذلك بالتنسيق وشراكة مع شركائها من المجتمع المدني أو من الحكومة نفسها، وهو الأمر الذي ينطبق على مجال دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة. وأن التغييرات التي طالت دفتر التحملات والدليل المصداري لهذه السنة كانت بغية تمكين أكبر عدد من الأطفال في وضعية إعاقة من الاستفادة، لا سيما وأن المبلغ المخصص قد تضاعف هذه السنة، وأن أي نتيجة عكسية فهي عن حسن نية وباستطاعتنا تجاوزها بتبسيط المساطر وإيجاد حلول فورية لتجاوزها في أفق حلول جذرية بشراكة مع المجتمع المدني العامل في المجال، والذي اعتبرته قد راكم تجربة مهمة يجب الاستفادة منها. بعد هذه الكلمه تناولنا احنا المجموعه ديال هذا. اذا هذا ما جاء في الاستقبال الاولاني. الان غادي نعطيك الكلمه سي احمد، وانت ادرى بما جاء في البلاغ السابق، وانا هنا رانا عملوا الناس راهم عارفينه كان في الصحافه،
باش ندوزو اذا بغيتي نقطه بنقطه، وطبعا بطريقه تركيبيه الى ما تم التوصل اليه مع السيده الوزيره والطاقم المرافق لها. وهل هناك مشاكل نتجت او تبينت بعد ذلك، وماذا يمكن ان نعمل؟ تفضل السي احمد لك الكلمه. شكرا سي مصطفى. اولا كنشكر باسم المرصد باسم اتحاد جميع الجمعيات اولا اللي ساهمت في نجاح الوقفه، وعندما نقول نجاح الوقفه فالنجاح ديالها هو اللي فرز هذا الحوار المباشر مع الوزاره. ولكن لابد من توضيح مجموعه ديال النقاط اللي جات عليها هاد اللي جا عليها هاد 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 الحوار مع السيده الوزيره ومع الطاقم ديالها. كان في البدايه كلكم كتعرفوا بانه كان مجموعه ديال البلاغات اللي كنا كنطالبوا بمقاربه تشاركيه ديمقراطيه مع الوزاره، لان دفتر التحملات كل سنه كيخرج لنا من 2016 ونحن نطالب بالتعديل. من بعد درنا ندوات محليه واقليميه وجهويه ثم وطنيه، وكانت واحد التغطيه اعلاميه مكثفه طيله هذه الايام، سواء بنشر البلاغات او سواء بتغطيه الندوات. بعد ذلك على إثر عدم استجابة الوزارة لقاء مباشر مع المرصد المغربي والاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، تقرر وقفة احتجاجية يوم الجمعة. سحمد، وهكذا كانت هناك وزكت الوقفة ومجموعة ديال الجمعيات تعذر لها الدور، ولكن كانت على صلة دائمة بالمرصد وبالاتحاد، وعلى أساس أنها منخرطة معنا في هذه العملية النضالية. كان هناك أيضا مجموعة ديال الاتحادات جهوية، مجموعة ديال الشبكات وطنية وجهوية، وأيضا كانت هناك الأرضية الوطنية الترسيقية التي كانت معنا، وأيضا كانت تؤيد و تناصر وتؤازر المرصد المغربي للتربية الدامجة والاتحاد الوطني وكجمعيات بصفة عامة على مطالبها المشروعة. والآن سنتحدث بكل صراحة ما وقع خلال يوم الخميس. نحن أعلننا عن الوقفة يوم الجمعة. يوم الخميس تم الاتصال بي شخصيا وب بعض الاعضاء للاتحاد، على اساس ان الوزاره منفتحه للحوار، وطلب منا التراجع عن الوقفه والحضور للحوار. فانا شخصيا اتحدث عن نفسي، وايضا اتحدث عن أعضاء ديال الاتحاد، قلنا بأن الوقفة ستكون ولن نتراجع عليها، وإذا كان هناك حوار على المعنية بالأمر أن يفتحوا باب النقاش معنا أثناء الوقفة. فعلا إذا لأن شي واحد قال لك أودي كنتو تخبرونا منهجيا في إطار الوقفات وفي إطار هذا، ملي غادي نهز التليفون وغادي نقول الإخوان وراه اتصلوا بنا
وقالوا لنا نلغيو الوقفه وباغي يفتحوا معنا حوار. هل كانت الوقفه ستنجح؟ هل كنا سنحضر بكثافه كما حضرنا؟ اكيد لا. لماذا؟ سيتم التراجع، وايضا سيتم الاسترخاء، ونقول وكاين الحوار بلا ما نديروا الوقفه. ولكن ما هي الضمانات اللي كانت عندنا ديال الحوار؟ فانا شخصيا واعضاء الاتحاد بدون ان ننسق مع بعضنا، باش نكون واضح معكم، لم يتم التنسيق، وكان الجواب تلقائيا موعدنا يوم الجمعه على الساعه 10:30 امام مقر الوزاره، والوقفه ستقام، واذا كان هناك حوار ما عندناش مشكل، اتصلوا بنا في الوقفه. فعلا لم نخبر الجمعيات، لان كنعرفوا بان الا خبرتيش الجمعيه وقلت راهاش قالوا لي، ثانيا ما يمكنش لي نتصل بواحد 60 جمعيه ولا 70 جمعيه اللي كانت معنا. ولكن انا مبدئي هو انني عندي الوقفه، اننا خصنا نديروها، وفعلا حضرنا في الموعد وحضرنا في نفس التوقيت، وحضرت الجمعيه التي انخرطت معنا في الوقفه. طلب منا عبر الهاتف ان نصعد الى عند السيد الكاتب العام، هو مكلف بمهمه بالديوان، طلبت منهم شخصيا اذا ارادوا ان يفتحوا معنا حوار يجب عليهم ان ينزلوا عند القاعده، لاننا نحن نمثل غير القاعده، نحن اعضاء كمثل هذوك الجمعيات اللي جات من مختلف المدن، جاوا من نواحي ديال الجنوب، جاوا من تيزنيت، جاوا من ناظور، جاوا من تازا، من فاس، من مكناس، من بركان، من مكناس، فاس، بورقنادل، بسلا، الرباط، سطات، الدار البيضاء، جديده، سيدي بنور، مرة اسفي الى اخره. يعني جات مجموعه ديال 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 الجمعيات من مختلف المناطق ديال المغرب. فلا يعقل انني انا اخذ البادره من نفسي واقوم بحوار بدون استشاره الناس اللي جا. فعلا هنا كنشكر السيد الكاتب العام بالنيابه والسيد مكلف بالمهمه بالديوان على تلبيه الطلب. قلت لهم اودي احنا مستعدين، ولكن بشرط خصكم تهودوا عندنا ونشوفوا دويو مع الجمعيات، والى الجمعيات فوضوا لينا باش نطلعوا غادي نطلعوا، والى الجمعيات رفضوا فنحن نمتثل الى القواعد. وكنظن بان لي فيديو اللي تبارطاجاو كانت فيهم هاد الاشياء اللي كنقول. فعلا جاو شكرونا، شكروا الجمعيات على العمل اللي كيقوموا به، وقالوا بان الوزاره الان مستعده للحوار، منفتحه للحوار. من بعد قلنا لمودي سوف نلتحق بكم، فاستشرنا مع الجمعيات اللي كانوا حاضرين، وكانت تغطيه اعلاميه مكثفه فيها دوزيم ان 24 جميع ايبا بريس اسبريس مجموعه ديال 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 القنوات سواء مرئيه او الكترونيه، وخرجنا بقرار فوضوا لنا على اساس اننا نطلعوا عند هاد الناس هادو ونشوفوا شنو هو الحوار كيفاش بقى. فعلا خدينا ممثلين من المرصد وممثلين من الاتحاد، واستقبلنا السيد الكاتب العام مشكور والسيد المكلف بالديوان مشكور حتى هو، وفتحنا حوار، وقالوا بالحرف ان السيده الوزيره تطلب منكم حوار مباشر، جلسه مباشره لمناقشه الموضوع ولمناقشه البلاغ والمطالب التي تقدم بها كل من المرصد والاتحاد. واتفقنا على يوم الاثنين على الساعة ما بين 5:00 و5:30. فعلا أننا اجتمعنا كأعضاء ممثلين من المرصد اللي كانوا 3 وممثلين من الاتحاد اللي كانوا 3، ناقشنا طريقة تدبير الحوار، وطلعنا على الساعة 5:30. وكيف ما قال السي مصطفى ما غاش نعاود، أننا لقينا السيدة الوزيرة وفتحت معنا حوار،
وعبرات على أن هناك ليس خلاف ولكن هناك اختلاف، وكل واحد عنده وجهة النظر ديالو. واليوم احنا مستعدين أننا نناقشوا جميع المطالب ديالكم ونتسمتوا لبعضياتنا، اللي نقدروا نحلوها دابا نحلوها، اللي ما غاش نقدروا نحلوها ونقشوها سوف يتم تشكيل لجنة تقنية، وهذا هو اللي كنا كنطالبوا به، لجنة تقنية لمناقشة وتعديل وتحيين دفتر التحملات. استمر اللقاء تقريبا ما أكثر من 4 ساعات، كان لقاء وحوار جاد موضوعي بكل مسؤولية وبكل جرأة لأعضاء المرصد والاتحاد، وناقشوا المطالب بكل شفافية مع السيدة الوزيرة ومع الأطر اللي كانت حاضرة، اللي فيها السيد الكاتب العام ورئيسة الديوان وبعض رؤساء الأقسام والمصالح. وناقشنا النقط نقطة بنقطة اللي كاينة في المطالب التسعة، لأن منهجيا كانت هناك عدة مطالب من الجمعيات، لكن لاحترام جدول الأعمال، لأن في الأول اتفقنا على مناقشة 9 مطالب. المطلب الأول، إذن أظن سي أحمد هنا ندوزو نقطة بنقطة باش يكون الأمور واضحة، كل نقطة شنو وصلنا لها، ياك هكا منهجيا نمشي. نعم. إذا أنا هنا رابارطاجيت مع الناس، كاين النقطة الأولى أو المطلب الأولاني كان سميتو العمل على تغطية أجور 12 شهرا عوض 11 شهر المعمول بها بالنسبة للمهنيين المختصين، و10 أشهر بالنسبة للسائقين، وهو ما يتنافى مع مدونة الشغل ويجعل الجمعيات في علاقة شغلية غير نظامية مع العاملين. إذا هذه النقطة ليش وصلنا لها؟ هذه النقطة أولا السيدة الوزيرة تفاجأت كيف يعقل أن هاد الإخوان هادو ما كاينش، ولكن فعلا ركزنا عليه بأن راه كاينة في دفتر التحملات ودليل المساطير هاد المسألة هذه. ما خلصنا إليه في الحوار هو أن هاد النقطة هذه سوف تناقش في إطار لجنة تقنية. هذه اللجنة التقنية اللي غتبدا العمل ديالها يوم 5 أو 6 يونيو. إذن الحوار هو تشكيل لجنة تقنية لوضع معيار للمشتغلين بالمراكز مع موافقة الوزارة على ضرورة تمكين المشتغلين من أجور 12 شهر. إذا 12 شهر هذه لا رجعة فيها، ابتداء من اللجنة التقنية غتنكب أنها سوف تقول على أن الأجراء خصهم 12 شهر كيف ما كان نوعية ديال الأجير الذي يشتغلوا مع الجمعيات سواء داخل المراكز سواء داخل قاعة الموارد أو في إطار المراكز ولا الأماكن التي تحتضن المشروع الثالث اللي هو المواكبة. إذن هنا السي أحمد حيت مازال الناس كاينة اللي عاد كيلتحق، وهذا باش نلخص، إذن النقطة الأولى هي أن الوزارة موافقة على انك تقول هكا الوزيره ما يمكنش الناس تخدم وما تخلصش، دونك 12 شهر موافقه، كيبقى غير يجب وضع معيار للمشتغلين. هذا الشيء هو اللي كانت قالت الوزيره، اي كل واحد شنو الدبلوم اللي خصو، شنو هو اي في اطار تجويد العمل ديال ديك المركز، وطبعا هذا الشيء غيتم في اطار لجنه تقنيه. النقطه الثانيه سي احمد كانت هي التغطيه الصحيه او التغطيه الاجتماعيه لاطر المراكز، فإذا هنا هذه النقطة شنو كان فيها؟ هذه النقطة هذه أنها سوف تناقش في إطار اللجنة مع العمل على الاستفادة من ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة محمد السادس، على أساس أن ما يمكنش شي عامل اجتماعي يشتغل مع الجمعيات في إطار المراكز أو قاعة الموارد أو المواكبة بأنه ما تكونش عنده التغطية، على أساس أن لجنة التقنية سوف تنكب لتعديل هذه النقطة هذه وتضيفها إلى دفتر التحملات. طيب الإخوان اللي متبعين معنا سواء في الزوم أو في الفيسبوك، معنا السي رشيد أوبيهي عضو المرصد،
اذا اللي بغى شي استفسار ولا شي سؤال ما يتواناش يوضعوا، وهو راه يجمع الاسئله. اذا النقطه الثالثه كان المطلب هو الرفع من قيمه الدعم المالي المخصص للصندوق لبرنامج التربيه الدامجه للاطفال في وضعيه اعاقه، ذلك ان ضعف التعريف المعتمده للتربيه الدامجه لا يشجع على تعميمه. هنا غير باش نشرح هذه النقطه للاخوان، حيت ربما جات شويه لومبيغويتي فيها، هو انه عندما يكون او لا يحسب الدعم بالنسبه للناس اللي داخلين في التمدرس، اي ماشي اللي في المراكز، ربما اما في البرنامج بي اي داخل المدرسه، واما في البرنامج سي كيجي يستافد من حصص ديال الاورطوفوني والبسيكوموتريسيتي وكذا، وكيمشي للمدرسه، بمعنى كيدخل في اطار التربيه الدامجه. هذا الحصيص المالي المخصص في هذا الصندوق هو ضعيف جدا، وبالتالي قلنا للسيده الوزيره بانه هذا الشيء راه من شانه انه ياثر على التربيه الدامجه، خصوصا بان هذا ورش محلول راه منذ 2019. تفضل السي احمد شرح لنا شنو كان في هذه النقطه هذه. اولا واحد النقطه اللي بالامانه نقولوها، السيده الوزيره تطلب رفع عدد ديال المستفيدين، تقول حرفيا لا يمكن ان نترك اي طفل لا يستفيد من صندوق التماسك الاجتماعي، سواء في مشروع ا او مشروع بي او مشروع سي، وتريد رفع عدد ديال المستفيدين. هذه للامانه. وتقول اي طفل في وضعيه اعاقه يجب ان يستفيد من الخدمات. مزيان، اتفقنا على اساس اننا غادي نرفعوا، ولكن قلنا لها السيده الوزيره نحن نطالب بالرفع من تغطيه ديال هاد لا بريز اون شارج ديال هاد الوليدات هادو. لا يمكن اننا باقي كنشتغلوا بتعريفه اللي كانت هذه تقريبا من 2015، والامور غاديه كتبدل، وهذيك التعريفه بقات، في حين ان السنه الماضيه نقصات. هي تقول حرفيا على اساس ان مشكل مادي لم يعد هناك مشكل، لان المبلغ المخصص للاعاقه هو 500 مليون ديال الدرهم، وهذا غادي يساهم في رفع التعريفه سواء في المراكز او التربيه الدامجه. لكن وقلنا بان هذه النقطه هذه سوف نناقشها في اللجنه التقنيه، على اساس ان الوزيره لها استراتيجيه لدعم التربيه الدامجه، ولكن هذه التربيه الدامجه تقول خصنا نعاونوها وندعموها ونرفعوا من التكلفه، ولكن خص تكون المسائل ممعيره، اي يكون عندنا واحد الدليل ديال هاد قاعات الموارد، هاد قاعه ديال الموارد، هاد القاعه ديال الموارد اللي خصها دار ليها معايير اللي يمكن اننا نقولوا بان هاد قاعه الموارد للدعم والتاهيل انها تحتضن في ظروف جيده الاطفال المستفيدين من التربيه الدامجه. ايضا لماذا انها منخرطه؟ لان سوف يكون هناك اتفاقيه، سوف يتم تحيل الاتفاقيه اللي كانت ما بين وزاره التربيه الوطنيه وما بين وزاره التضامن، وايضا يمكن حتى وزاره الصحه. لذا طلبت منا كاعضاء اللجنه اننا نعطيوها مجموعه ديال التصورات اللي احنا كمجتمع مدني ماذا نريد من هذه قاعه الموارد، ماذا نريد من التربيه الدامجه لتضيفها الى تحيين هذه الاتفاقيه هذه. وهذا الاطار، السي احمد غير باش نذكرك شويه، احنا كنتفكروا مع بعضياتنا، هو ان هذا هو المقصود عند السيده الوزيره. هي قالت بانه الان وزاره التربيه الوطنيه هضرت هي شخصيا مع الوزير، وهو مستعد بانه يساهموا في هذه التربيه الدامجه. هنا السي احمد العقلتي راه كنتي هضرتي انت على ان سالتي على الميزانيه ديال التربيه الدامجه اللي مخصها التربيه الوطنيه، وكانت جاوبتك الوزيره وقالت لك اودي راه حنا الان خصنا نعملوا غير واحد الدليل كيف كوا، هادشي قالته، بمعنى انها ها غرفه المصادر هي ضروريه للدعم وكذا، فيها الاورطوفونيس البسيكوموتريسيان الاستاذ، وغادي يكون تكوين الاساتذه هنا هذا شيء جميل. ان لا عقلت الاخوان راه مرارا كنا هضرنا على ديك التجربه ديال المكسيك اللي كانوا جاو عند جمعيه حنان،
وربما سوف تعتمد في المغرب، هذه غير الإحاطة علما. إذا هنا هذه المسألة هذه هي فيها انخراط للجميع، دونك ما غتبقاش غير وزارة التضامن هي اللي كتخلص في البرنامج بي لورطوفونيس والبسيكوموتريسيان باش يمشي للمدرسة، لا راه حتى التربية الوطنية غادي تدخل في هذا المجال. إذا هذا هو غروسو مودو، وهنا تتبين وقالت الوزيرة بأن الشبان بأن الميزانية راهي غتزيد ترتفع، الحكومة اللي جات دارت هاد 500 مليون، التربية الوطنية غتولي تنخرط، وزارة الصحة هضرت هي مع وزير الصحة وقال حتى هو مستعد. إذا وفر وزير الصحة لورطوفونيس والمدرسة وفرت الأستاذ وكذا، إذا أنت وزارة التضامن ديك الساعات هذوك الشيء ديال الدعم النفسي الوسائل غيطلع المبلغ ديالها، وقالت وبالتالي غادي يستافدوا واحد النسبة كبيرة من الأطفال اللي الآن ما غيستافدوش. النقطة الأخرى الرابعة هو أنا كنشوف بزاف ديال الإخوان. نعم سي مصطفى، غير باش نكملوا هنا بالتربية الدامجة، لأنه إذا مازال عندك تفضل سي منا واحد الوقت مهم جدا. لماذا؟ طلبنا منا شخصيا على أساس أن باش ما يوقعش واحد الهدر ديال المال، قلنا بأن الوزارة لها ميزانية للتجهيز وأيضا للولوجية. السيدة الوزيرة تقول بأنها منخرطة لتهيئ الفضاء إلى آخره، ولكن قلنا بأن الوزارة لها غلاف مالي خاص لتجهيز الفضاءات ولتجهيز. إذن بغينا الميزانية ديال التربية الدامجة ديال وزارة التضامن أنها تكون خصيصا في تغطية المصاريف لدعم الجمعيات اللي كيشتغلوا في هذا المجال هذا، وهنا غادي ترفع لنا شوية التغطية التكلفة ديال العاملين وديال الأطفال اللي كيستافدوا من هاد المسألة. تفضل سي فطر. إذا هنا النقطة الرابعة، وهذا جواب على بعض الأسئلة. سي رشيد إذا كان ممكن تشوف حتى في الفيسبوك راه كاينة مجموعة الأسئلة. كاينة سي غرض ولا هذا كيسول على الدليل المسطري ديال هذا العام. احنا غنوصلوا لهذا الشرح، وهذه نقطة من بين النقاط، هو أننا هضرنا على أن مجموعة ديال الوثائق مطلوبة وفي الحقيقة فهمت هي معجزة، وعطينا المثال ديال هذوك اللي كنطلبوا المدير الإقليمي للتربية الوطنية أنه يشهد على نفسه بعدم قبول تمدرس طفل، وهو أصلا هو الوزير ديالو داير التربية الدامجة. إذا هنا هذه النقطة دارت مشكل. ملي طرحنا عليه هذه المسائل، تفضل السي أحمد شنو كان الجواب ديالها؟ الجواب ديالها هي يمكن لا حنا ولا مجموعه ديال هذا درنا قراءه لها من واحد الناحيه، ولكن هما كوزاره داروا لها قراءه. شنو اللي خرجنا بها؟ هو ان اولا سيتم اعتماد تفصيل المساطر والغاء بعض الوثائق مع العمل على دراسه كل حاله بتنسيق مع السيد الكاتب العام بالنيابه ومع اطر التعاون. اولا هي الغرض اللي كانوا من هاد الوثيقة ديال هذا غير باش يعرفوا ويضمنوا الاستفادة ديال أكبر عدد الوليدات، لأن كاينين وليدات اللي ما كيستافدوش من المراكز وما كيستافدوش من التحج. معنى هذا أن هذيك الوثيقة غادي تضمن الوليد باش يستافد إما من أ أو من بي، ماشي كوثيقة غير تحديد درجة ديال الإعاقة، واش غيدخل في الخانة ديال المراكز بالتغطية ديالها كاملة أو يدخل في الخانة ديال التربية الدامجة. هذا الشرح ديال السيدة الوزيرة وديال الطاقم اللي كان معاه، ماشي وثيقة قالت تعجيزية، ولكن قلنا لهم بأن هناك إشكال قانوني، كيف يمكن لمدير إقليمي أن يقول بأن هذا التلميذ هذا عنده إعاقة عميقة ما يقرش في المؤسسة؟ هذا إشكال قانوني. ومن بعد تفهموا وقالوا ودي اللي جاب هذيك الوثيقه مرحبا، واللي ما جابها شيء. هذا هو على اساس خرجنا بتبسيط هذه المساله هذه. واذا كان هناك اشكال في هذه، الرجوع الى السيد الكاتب العام للنيابه واعطات الاوامر للتعاون الوطني باش ياخذوا هذه المساله هذه ببساطه وما يحكروش بزاف على هذيك الوثيقه. اللي جابها الف مرحبا، واللي ما جابهاش الف مرحبا. فعلا واحد الفكرة اللي في الحقيقة اتفقنا معها كاملين باش نكون واضحين، هو أنه هضرت على أن الأطفال اللي عندهم إعاقات بسيطة خفيفة أو لا متوسطة ما عندنا علاش نحتفظوا بهم في المراكز، خصهم يدوزوا للتربية الدامجة.
حنا هضرنا على ان حاليا راه كاين وسط مدرسي غير 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 والوج، هذه مساله غادي تناقش، ولكن المبدا ديال الدمج المدرسي ديال ليدوكاسيون انكلوزيف اللي اعتمد المغرب واللي حنا كجمعيات كان عندنا دور كبير انها خرجنا، راه هي كتقول لك اودي راه خص الكل في القسم واحد، والمركز راه كيبقى هو لتاهيل هذاك الطفل باش يلتحق المدرسه، وهذه المساله هذه اتفقنا عليها جميعا. نقطه اخرى هي لكن يعني كملوا الشهاده غير باش حتى الجمعيات لان حنا خصنا نكونوا شي شويه موضوعيين. كنلقاو وليدات اللي عندهم قدرات وامكانات باش يقراو في المدارس ودار لهم المواكبه والخدمات، ولكن كنلقاهم في الجمعي كنلقاهم في المراكز، وهذا ظلم وحيف لهاد الوليدات هادو. ونعطي مثال بسيط وحنا كنناقشوها الا بغينا نكونوا شويه موضوعيين مع نفسنا. شحال من تلميذ كيقرا في المراكز دوز شهاده ابتدائيه صفر؟ شحال؟ اذا حنا كنقولوا في المراكز كنديروا حتى مدرس، وعطينا شحال من تلميذ دوزنا شهاده ابتدائيه حره؟ ما كاينش. ولا وكنلقاو بعض الوليدات عندهم القدرات والامكانات ما يسايروا بشكل طبيعي وعادي داخل المؤسسه، خصهم غير المواكبه وخصهم الدعم. وحنا كمرصد مغربي للتربيه الدامجه ننخرط في هذا الاتجاه، نقولها بصراحه ننخرط في هذا الاتجاه، المراكز الاطفال اللي يستحيل استيعاب ديالهم داخلها، ولكن الاطفال اللي عندهم بالامكانات وقد انه يقرا ويكتب وخصو غير الدعم والمواكبه، الله يرحم الوالدين المكان ديالو الطبيعي المؤسسه، الله يرحم الوالدين المكان الطبيعي المؤسسه، وننادي بالتجويد. صحيح كاين اللي كيقول لك اودي والمؤسسه وما فيها، ولكن الى بقينا اننا خصنا نحطوا حتى وزاره التربيه الوطنيه تعرف الاشكال اللي عندها. ها هما وليدات عندهم امكانات وعندهم قدرات، ولكن ما لقاوش المسائل ديالهم داخل المؤسسه. لذا اننا نطالب بتشجيع التربيه الدامجه، ولكن بتكون جوده الخدمات، تكون جوده الخدمات داخل هذه المؤسسه، وتكون ايضا الوزاره التضامن تدعم. علاش قلنا لها؟ بانك انت كتحملوا الوزاره هذا الهدر من التربيه الدامجه. لماذا؟ لان التكلفه اللي كتجي في التربيه الدامجه ضعيفه جدا، وما يمكنش الجمعيات يواكبوا جميع الخدمات في اطار التربيه الدامجه، وكيمشيو للمراكز لان التكلفه ديال المركز شويه طالعه. فعلا الكل اعترف بهذه المساله، وهذا الشيء كتكدي هذه المساله هذه نكبوا عليها في اللجنه التقنيه، واي توصيه قررتها انا نصادق عليها. شكرا كمل سي. شكرا. اذا هذا وصف المبدا والايديولوجيه ديال المرصد المغربي للتربيه الدامجه، ونحن نحترمها. والدمج المدرسي حتى السيده الوزيره كانت مع هذه المساله واتفقنا. اذا بالنسبه للنقطه الخامسه هو رفض التنصيص على الادلاء بشهاده طبيه مرفقه لشهاده الاعاقه. هنا باش نلخص باش الوقت شويه كيزحمنا، هو انه لاحظتوا في الاعاقه الذهنيه طالبين الشهاده ديال الاعاقه زائد الشهاده الطبيه، وهذا بان في الاول بان هذا تخربيق. دونك هنا سي احمد قول لنا شنو كان الشرح ديال الوزاره، ديال ان علاش قالوا الاعاقه الذهنيه ضروري من 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 الافيد للطفل انك تعطي معاه شهاده طبيه. هو اولا باش نكونوا واضحين، هذه النقطه هذه خدتنا الوقت كبير، وحنا كنا رافضينها دابا لانها هي الان تعرقل السير ديال العمليه ديال التمدرس. توجه الاجابه ديالهم كانت هي ان هذه الشهاده الطبيه هي في صالح المستفيدين، وخاصه اللي عندهم الاعاقه ديال التوحد، لكون شهاده ديال الاعاقه الذهنيه لا يشار فيها ايا كان واش توحد او شلل دماغي. وكتقول لك هذا حيف، ملي كنقولوا اعاقه ذهنيه عندها تكلفه، ولكن الطفل عنده توحد وما كيشيروش ليها في الشهاده ديال الاعاقه. لماذا؟ لانه الا شاروا غادي تطلع التكلفه، وهذا في الصالح ديال الاطفال. نفس الشيء بالنسبه للشلل الدماغي، هذا كان جواب ديال الوزاره من هذه الناحيه مزيان، ولكن ما لم نتقبله كمرصد وكاتحاد وهو تعقيد هذه المسطره هذه، تعقيد هذه المسطره هذه، لان الان
وغادي ناخذ واحد الوقيته دابا كنناقشوا هذه المساله مادام وصلنا لها. الان على الصعيد الوطني هو ان مجموعه من الجمعيات سي احمد نخلي واحد حتى الاخر تنسالي وتسعد النقاط النقاش وندخلوها في اطار ما اتضح ما بعد الاجتماع. يلا صافي. اذا النقطه السادسه رفض ان الجمعيات الداعمه والمشغله في اطار شراكات مع قطاع التربيه بان توقع التزام. هنا التزام رقم 19 اللي كيقول الرئيس ديال الجمعيه بان من باب عامين راه غيولي مؤسسات الرعايه الاجتماعيه والقانون 65/15 بالنسبه للجمعيات التي تعمل داخل مراكز وفاءات ديال الدوله. قلنا لا راه ما يمكنش يلتزم شي واحد بانه راه غادي يرجع لك الفضاء ديال واحد المؤسسه عموميه واحده اخرى، هو غيرجع المؤسسه ديالو ما يمكنش. وبالنسبه للجمعيات وانا كنشوف هنا سؤال بان لي في الفيسبوك ديال ان الجمعيات الصغيره اللي عندها واحد الدار كارياها وكتقدم خدمات وفي واحد المنطقه نائيه وما يمكن لا شيء ترجعها مؤسسه الرعايه الاجتماعيه، شنو هذوك واش غنجريو عليهم وكذا. اذا هنا كان السؤال ديال الجواب ديال السيده الوزيره دائما مع السي زروقي بان هذا الشيء كامل غادي في اطار تسهيل هذه الامور المواكبه ديال الدوله معهم. اذا نعطي توضيحات اكثر السي احمد في هذه النقطه تفضل. وان هما كان بصراحه لان هما كيفاش حطوها هو اللي جعلنا حنا نفهموا على اساس ان هذوك القاعات اللي كاينين داخل المؤسسه اللي كيشتغلوا فيها الجمعيات هي التي سوف تتحول الى مراكز. ولكن بعد المناقشه وبعد التوضيح اش قالوا لنا بان هذه الفضاءات اللي كاينين داخل المؤسسه ليست معنيه بهذا التحويل لان هي مؤسسه تابعه لوزاره التربيه الوطنيه، ما عندهاش حق، ما يمكنش نديروا مركز داخل مركز. هي مؤسسة تعليمية وهذوك قاعات هي اللي غادي نحدوا لها واحد دليل معياري ديال هاد القاعات الموارد. هما كانوا كيقصدوا المراكز اللي باقا ما مأهلاش، ولكن كيف ما قال السي مصطفى وان ليست جميع المراكز جمعيات عندها مراكز، لان مجموعة كبيرة وكبيرة جدا ديال الجمعيات. وكان ملي كنقولوا الجمعيات كنقولوا الاسر، وملي كنقولوا الاسر كنقولوا المعاناه اللي واخده على العاتق ديالها الكرا ديال هاد المراكز. كاريه واحد الدار ولا كاريه فيلا ولا كاريه على حساب الموقع اللي كتجيب فيها الوليدات كتجمعهم كيتلقاو تماك خدمات تربويه وتاهيليه. الجواب ديال السيده الوزيره ان لي المراكز اللي كاينه موجوده وهاد المراكز اللي غادي يتأهل، ما كيفرضوا على حتى واحد باش يتأهل، اللي باغي يتأهل ويدخل في القانون ديال الجديد، يدخل في القانون القديم ديال 14/05 ويدخل في القانون الجديد ديال 65/15 هما اللي غاديين يتأهلوا. ولكن الجمعيات اللي عندها مرافق كارياها وهذه حاجه اخرى لا يعنيها هذا القانون هذا، لان مراكز عندها مواصفات اللي غتدخل في القانون اللي غتكون في الجوده. وهنا السي مصطفى كان طرح لها المساله ديال ايزو ياك ديال الشهاده ديال الجوده التجويد ما يمكنش غادي يكون في دار ولا غادي يكون في واحد لوكال. التجويد كيبدا بالفضاء على اساس ان غادي نشوفوا المراكز اللي عندها فيها مواصفات فيها الفضاء مهيئ وايضا هناك جوده ديال الخدمات من الناحيه التربويه من الناحيه الطبيه الشبه الطبيه الى اخره. هذوك غادي يدار لهم واحد الشهاده ديال الجوده. ولكن الجمعيات اللي ما عندهاش مراكز غير اللي كاريه ما كيهمهاش هذه المساله هذه، ولكن هناك برامج ديال الوزاره كما كيقولوا كاين واحد البرنامج اللي غادي يواكبوا فيه هذه الجمعيات هذه باش ياهلوا هذوك الفضاءات. الا كان خصهم إعادة ديال الترميم غادي يساعدوهم، إلا كان خصهم مولوجيات غادي يدعموهم، يعني أي حاجة خاصهم في هذه المسألة هذه غادي يحاولوا يدعموها. هذه هي النقطة اللي حسبنا ولكن باقا في اللجنة التقنية غادي يتعمق فيها النقاش. تفضل سي مصطفى. فعلا هذه النقطة وهي في الحقيقة أثارت مجموعة الأسئلة حتى هنا في الفيسبوك ديال باش نكونوا واضحين، كاينه مراكز كبيره اللي ربما تبنات في اطار الاندهاش، ربما بنات التعاون الوطني في شي اطار اخر،
وكتسير جمعيات وعندها مرافق الى اخره اللي ممكن تكون ها هو مازال الاسئله هنا. جمعيات بريق الامل لاطفال التوحد، اذا ما مصير هذه المراكز؟ اذا الناس باقا كتسول على داك الشيء السي احمد، ربما غنعاود داك الشيء اللي قال السي احمد، حيت هذا الشيء اللي كاين فيسبوك، شي كيدخل شي كيخرج وكيبغي يفهم. وفاء بوعناني خلي التسجيل غيبقى مسجل في المرصد، بمعنى انه اللي بغى يرجع له من بعد راه غيصيب هذه المعطيات كامله في لاباج ديال المرصد. قلت بانه هناك مراكز كبيره اللي في الحقيقه خصها تكون وفق القانون 65/15، واللي هو اللي نسخ القانون 14/05 ديال المؤسسات الرعايه الاجتماعيه، والان كيخرج لها الدعم ديالها ديال التسيير. هادو المؤسسات راه مزيان الواحد يولي هاد المؤسسه، حيت من ضمن الامور اللي كنعانيو منها هو البيدجي ديال الفونكسيونمون، وهذه نسيتيها السي احمد، راه قلتيها كنتي في الاجتماع وكاملين ساندناك. ولكن في هذا القانون راه كاين ان بيدجي دو فونكسيون، دونك مزيان اللي عنده مركز بغى يولي فهمتيني صفو مع النصوص التنظيميه ديال القانون 65/15. ولكن هناك اقول واعيدها، بان كاين مدينه اللي ربما يكون سميتها ما عرفتش انا، مثلا ازرو ولا القصر الكبير ولا كذا، مدينه صغيره ما فيهاش المركز، جات واحد الجمعيه ولا جوج ضربت تماره خدات على العاتق ديال هذوك الوليدات، بدات كتجيب الاورطوفونيست البسيكوموتريسيان كرياضار، واحد الساعه ديك الدار كتجيها صغيره كتبدل دار وحده اخرى، اذا هي غير في الديور غير كتكري، والوالدين كانهم كيساهموا شويه باش يخلصوا ديك الدار، والتماسك الاجتماعي كيخلص معاهم شويه ديك هادو. تسالنا مباشره الوزيره، قلت لها هادو شنو، واش غنجريو عليهم؟ واش نسدوا هاد الجمعيات وديك الوليدات اللي عندنا نجيبوهم لكم؟ هنا باش دخل رئيس مصلحة السي الزروقي وغادي يكون في اللجنه حتى هو، وديال اللي هادوك عندهم برنامج دايره الدوله. سيفري ما عندنا علاش نخليهم هكا كيتكرفصوا، راه كاينه برنامج ديال التاهيل ديال ديك الديور باش بالماتريال وبالمواكبه. دونك ها هي هاد لانفورماسيون هي عطيناها لكم، السي الزروقي هو عطاها وحنا نعطيوها لكم شي باش ما كاين. دونك ترجع للوزاره لان سي مصطفى ديال الميزانيه ديال التسيير، لان ما بانتش ليا ما درجاش، ولكن غادي نناقشوها ب هما. اولا الوزاره عندها واحد التوجه في التسيير ديال المراكز، تقول نحن كوزاره نريد ان ندعم جمعيات اللي باغا دير مشاريع مديرة للدخل باش يكون عندها واحد الغلاف مالي للتسيير. هذه فكرة ممتازة، يعني أي جمعية اللي عندها مشروع ديال مدير للدخل داخل الجمعية ديالها، فالوزارة راه الإشارة باش تدعمه باش يتخلق لها. ولكن تطرقنا إلى ميزانية التسيير بواحد الشكل صريح، نعرف أي مشروع خصو ميزانية ديال التسيير. حنا طلبنا 10% من الميزانية الإجمالية ديال المنحة أنها تخصص للتسيير. لماذا؟ لأن قلنا لا بأن راه ما كاينش شي جهة اللي كتدعم هذا الشيء ديال التماسك الاجتماعي، من غير للجهة اللي مشيت عندها كيقول لك راكم راه الوزارة والتعاون الوطني كيدعمكم. مشيتي عند الجماعة الترابية كيقول لك سير عند هادو، مشيتي عند المجلس الإقليمي كيقول لك، مشيتي عند المجلس الجهوي كيقول لك سير. معنى هذا أن هذه المسألة راه ما بقاش ديك القضية تساهي، راه ولات دعم مشروع بمواصفات كامله، وفرضنا خص يكون تسيير، وهاد التسيير هادي حلناها على اللجنه التقنيه اللي غتثبت فيها، وهاد المطالب كلها اللي كنسردوا عليكم في اللجنه التقنيه اللي تصادق عليها في اللجنه التقنيه سوف تصادق عليها السيده الوزيره، اللي غادي يتم التحيين ديالو في دفتر التحملات ديال 22/23، على اساس ان شهر 6، وهاد النقطه هادي غنجيو لها الاخر باش نذكروا على اللجنه التقنيه. تفضل سي مصطفى. اذا بقاو ثلاثه النقاط، النقطه 7 و8 و9. 7 كتقول العمل على ادراج مهن اضافيه ضمن سله الخدمات من قبل المساعده الاجتماعيه، وهذا سؤال شفتو حتى هنا في الفيسبوك كيتسالوا على الخدمات اللي ما كاينش في السله. تخصيص نسبة محددة لميزانية التسيير من الدعم السنوي للتمدرس، وهذه مسألة شارلة للسي أحمد، حيث تنفق الجمعيات ميزانية اقتناء وسائل لوجستيك يومي للتتبع يتجاوز إمكانيات العديد من الجمعيات. التعجيل بإخراج هذا القانون 15/65
اللي غينسخ 14/5. بالنسبه لهاد ثلاثه النقاط هما اللي حقيقه خصو من نقاش، وهذه المساله حنا راه كنا عارفينها حنا وانتوما قبل ما تكون الوقفه، قبل ما تكون كاين كانت امور اللي هي كتطلب واحد الميزانيه، كتطلب واحد التصور، كتطلب واحد القانون. هذه ما غيمكنش ديرها في واحد اللقاء ديال ربعه السوايع، راه بقينا تقريبا من الخمسه ونص ولا هذا حتى التسعود والزياده. اييه، ولكن راه في الاخر بدينا كنجري وكنطيروا باش نقدروا نخرجوا مجموعه النقاط فيما يخص هذا دفتر التحملات وهذا دفتر المساطير، دليل المساطير ديال هذه السنه. اذا لاحظتوا التقسيم اللي كان هنا هو انه، وكانوا هذه اسئله بزاف هنا في الفيسبوك ديك الساعات، كنطلب من السي رشيد توا حيت انا شي كيبان لي وشي ما كيبانش انهم يلخصهم. الناس كتسول على هذا العام شنو غادي نديروا، اذا هذا العام راه حنا ذكرناه، والمسائل اللي عندها هكا امور لا بغيتي تقول داخله في لو سيستيم، هذا راه هو لي جان. والسيده الوزيره هنا كنقول له كما قال السي احمد، هو انه كلفت حنا عطاتنا هذا ديالنا حنا غنختاروا، دونك كانوا جوج من المرصد وجوج من الاتحاد، وهي غتعين الناس لكل واحد مخصص واحد المجال باش نجلسوا الطاوله. وهنايا كنطلبوا منكم انه يكون اي اقتراح اي يكون مساخ بطريقه واضحه، ياك السي احمد يسهل علينا الماموريه، اللي عنده شي تصور في هذه المجالات يعطيه. غنخليو هاد البواط ميل ديال هذا انا درت دابا نحطها لكم، اللي عنده شي تصور يتساق في نص صفحه اربعه الجمل خمسه الجمل ويكون واضح، باش حنا نديرو ديك الساعات واحد الصياغه تركيبيه ومن اللي ندخلوا نناقشوا نكونوا فعلا عندنا مجموعه ديال المعطيات. سي احمد انا بالنسبه لي لهذا الشيء كاين بعض الاخوان يتساءلون ماذا تم تحقيقه. جوج نقاط مهمين، اولا النقطه الاولى اللي كنا كناديو بها هو ان المنحه كتعطل بعام ونص الى اخره. الوزيره عطاتنا ضمانه على ان هذا الملف اللي كيتجمع دابا المنحه ديالو غادي تكون في شهر 7، هذا الربح الاول. النقطه الثانيه هو ان طلب ترشيح ديال هذا الشيء ديال المشروع ديال الدعم التمدرس بالنسبه للسنه السنه ديال 22 23 كندوي انا وهي عارفه كدوي حتى هي بالسنه الدراسيه، وانه غيكون في شهر 9 و10، يعني ملي غادي اللجنه التقنيه غتنكب على دفتر التحملات وغادي يتم تحيين المطالب اللي غادي يتفقوا عليها وغادي يرجعوا للقواعد، لان غادي نقولوا هل اللي تم التحيين ديالو، هل الذي لم يتم التحيين ديالو، هل اللي اتفقنا معهم، هل النقط اللي بقى العالقه. الى قالوا الجمعيات نرفض هذا التحيين نحن ننصرف الى المجتمع الى القواعد، يكونوا صراحة مع انفسنا. الان المنحه ديال 22 23 عطاتنا الضمان الوزيره انها غادي تكون في جونفي 23، الى الملف تعطى في سبتمبر اكتوبر، على اساس ان غادي دار طلب العروض وغادي يشاركوا الجمعيات، وعلى اساس ان المنحه غادي تجي في شهر 1، وعلى اساس ان ما يمكنش لشي عامل اجتماعي يبقى بلا تغطيه صحيه وتغطيه اجتماعيه، وما يمكنش لشي عامل انه ما يتخلص 12 شهر، وما يمكنش النقل المدرسي انه ما تكونش فيه المرافقه، وما يمكنش ما تكونش مرشده اجتماعيه، وما يمكنش ما تكونش النظافه وما يكون. ولكن هاد الخدمات اللي زدناهم كمرشده اجتماعيه اللي ضروري وملحه، وحتى السيده الوزيره والاطر ديال الوزاره كلهم امنين، غير هو قال لك اودي خصنا تكون عندها شنو هو اللي تكون عندها الكريتير لي كومبيتونس اللي خصها تكون عندها باش نقولوا هذه راه مرشده اجتماعي، شنو هي المواصفات العلميه والاكاديميه اللي خصها تكون عندها وحنا مستعدين ندخلوها. بالنسبه للمرافقات حتى هما شنو هي الشروط اللي خصها تكون في المرافقه ديال الترونسبور، ثانيا اللي غادي يخدم في النظافه، اللي غادي يخدم في لا سيكوريتي الى اخره. واحد النقطه اخرى هنا شرنا ليها، وانا من الناس اللي رفضت وباقي كنعاود نرفضها، راه شار ليها دابا السي مصطفى السي رشيد في التعليق ديالو، هل يعقل ان الطفل عنده التوحد ثلاثه الاطفال ولا اربعه ونعطيهم مربيه وحده؟ رفضنا بتاتا وقطعا هذه المساله هذه، وهذه المساله هذه قد نكب عليها اللجنه التقنيه بالتعديل ديالها في دفتر التحملات اللي غادي يكون. المساله الاخرى
شرنا على اساس ان هل يعقل ان طفل اللي فيه اعاقه ذهنيه ولكن فيه واحد العشرة ولا 12 طفل واش ممكن اننا تشتغل معهم مربيه وحده؟ يستحيل. الا بغينا نقلبوا على الجوده ونقلبوا على واحد مجموعه ديال الاشياء، يستحيل ان مربيه وحده يمكن لها الدومين هذه المساله هذه. بالنسبه للشلال الدماغي طلبنا منهم انها تكون في شهاده ديال الاعاقه، اما ام سي ولا ايمو. ام سي ما عندوش اعاقه ذهنيه، قول لي اعاقه مركبه ولا شي حاجه، ولكن باش تقول لي ام سي اعاقه ذهنيه قلنا لهم لا هذا خطا علمي، لان ايموك هو اللي عنده اعاقه ذهنيه وام سي ما عندوش اعاقه ذهنيه. هذه كل اشياء ناقشناها وكون على يقين ان تفهموها، ولكن سوف تناقش بحده في اللجنه التقنيه ابتداء من شهر 6. الربح اللي كاين الان هو المنحه في شهر 7، والمنحه ديال العام الجاي غادي تكون في شهر جونفي، والطلبات غادي ينزلوا. كل ما يتعلق لعندها كل مسائل التقنيه ماليه تسيير رفع المنحه الى اخره، هذا كله غادي يتناقش اطار دفتر التحملات اللي غادي نناقشوا من يوم 5 أو 6 اللي غادي نصوبوا فيه لا جونه. ولكن اذا اتفقت الجمعيات نحن منخرطون في هذا المسار، اذا لم تتفق ما علينا الا اننا نرجع الوراء. انا دائما اقولها، وانا نحن جزء، لان احنا نمثل الجمعيات، نمثل الجمعيات، ما اتفقت عليه الجمعيات نقوم به، ما لم تتفق. وهادشي علاش درنا، كان ممكن اننا نديرو بلاغ ولا نديرو في المرصد ولا نديرو، ولكن للامانه وللمسؤوليه أعضاء المرصد قال لك ودي الجمعيات كلهم خصهم يعرفوا بكل موضوعية وشفافية ما تم داخل هذا الحوار. السي مصطفى من البداية الآن وحنا كنتذكروا على حتى الجزئيات البسيطة داخل هذا اللقاء. تفضل السي مصطفى. فعلا فعلا السي أحمد، هذه بإيمان عميق هذه المسألة كانت، ما كنعرفوا دائما كيكونوا النقاشات في الكواليس ومن بعد أحيانا تكون بحسن نية، يقول لك ودي لا ما خصكش تقول لكل شيء باش كذا باش الامور تمشي، حنا لا هزينا ذاك الشيء وجبناه لكم حطيناه. وحتى لاحظتوا من كنا كنهضروا، حنا طبعا معنا الاخت عائشه حتى هي بغات تزيد اضافه، واخا فهمتيني مشينا دقه دقه انا والسي احمد، ولكن انت راه معنا. المهم غادي نعطيوك دير ختامه مسك. هي فوزيه ما عرفتش، ما بنتليش فوزيه، لا فوزيه ما بنتليش. دونك قلت باننا حاولنا نحطوا داكشي كيما هو. سي فري باننا لاحظتوا هضرنا بواحد شويه ديال لا سوبجيكتيفيتي، سي تو تافي نورمال نكونوا خاطئين ولا هذا. المهم حنا حسينا بان كنا جالسين مع ناس اللي باغيين يحلوا المشاكل، هذا هو الانطباع اللي جانا وشهادته لله. اذا قالت هكا بالوزيره في مجموعه، هضرنا حتى على البطاقه ديال الاعاقه، دونك قالت اودي سي نورمال بان غادي تخرج، ممكن يكونوا فيها اخطاء، ممكن يشوبها، ولكن ممكن تصلح. وهذا مبنى انا شخصيا اؤمن به في اطار عمليه، انا في اي عمل حتى عمل ديالي في البحث في هذا كتحط ديك السكولات باش يبان، ومن بعد كتبقى تبيرفيكسيوني. دونك هذا الشيء هو، هذا هو الاطار اللي هضرنا فيه على ديك الشيء قبيله كنقولها وكنعاودها. وانا كنشوف بزاف ديال الاخوان وها قامات معنا، معنا سي دير دابا حاضر، معنا سي درابزه، معنا بزاف ديال الاخوان والاخوات. دونك حنا كاملين هنا باش غادي نعملوا واحد البواط ميل دابا نتقاسموها، باش اللي عنده شي اقتراح، انا عطيناكم اللجان اللي غادي تخدم، اللي عنده شي اقتراح اللي هذا يحطوا لنا في البواط، كنسيغوا واحد التصور عام باش كندخلوا ديك الساعات كنكونوا فعلا، كتكون واحد التمثيليه ديال جميع الجمعيات. لا عيشه اذا بغيتي شي تفضل سيدي. هاد لابوات ايميل، انا اقول للجمعيات بان غادي ناخذوا جميع الاشياء كلها ديالهم وغادي نحطوها، لان غيكون بالاولويات. وملي المرصد غادي يحدد اللائحه ديال المطالب اللي غادي نمشيو نذكروا بها الثاني دفتر التحملات قبل ما نمشيو، اعيد الجمعيات اننا غادي نعرضوها عليهم ونقول لهم اودي ها الاشياء اللي غادي يمكن لنا نمشي. الى خدينا هذه المساله هذه باش يبقى عندنا تواصل دائم مع الجمع، غادي نخرجوا من اللجنه التقنيه وغادي نديروا اللقاء.
احنا راه ما خاسرين والو، لان انا اؤمن بامانه ومسؤوليه العاتق ديالنا احنا من طرف الجمعيات اللي عطاونا هذه المسؤوليه دي. اللي قد عليها يزيد، اللي ما قدش عليها يرجع له، وغادي ترجع في اطار الشفافيه. داكشي اللي فين تجي تقولوا القواعد الجمعيه قالوا لك نقص نقص، زيد زيد، ارجع بحالك رجع بحالك، لانني لا امثل نفسي، والمرصد هو يمثل الجمعيات العامله في المجال ديال الاعاقه، والاتحاد يمثل الجمعيات العامله في مجال الاعاقه، ماشي غير الدهني. اليوم اصبحنا نمثل الجمعيات كلها، لا دهني ولا توحد ولا ليزيمسي ولا ليتريزومي ولا كل شيء، كل اللي عنده منخرط في مشروع دعم التمدرس وفي الطاقه الدامجه، المسؤوليه ديالو والامانه ديالو محطوطه على الكتف ديال الجمعيات. تفضل سي مصطفى. تفضل عيشه. تحياتي الاخوان والاخوات، شكرا لكم على هاد اثاره هذا الموضوع اللي كان خاصه فعلا يتوصلوا به جميع الجمعيات، والخبر كان خاصه يوصل لهم. بصراحه ناقشتوا كل شيء، ما خليتوا لي ما نقول غير اللي بغيت ناكد عليه، وهو اننا بكل صراحه وبكل امانه حسينا اننا مع مسؤولين اللي هما باغين يشاركونا معاهم بكل صراحه. بالنسبه انا بغيت نزيد غير واحد النقطات بالنسبه لهذاك القانون ديال 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 1405 او لا 6505 هي بكل صراحه كانت صريحه وقالت بان هذا 65 15. هو هي كانت صريحه بكل صراحه، قالت بان الجمعيات الصغرى اللي مثلا كتكتري شقق او هذا، واللي كاينه كتواجد في مدن يعني صغيره وما عندهاش مراكز، وكانت مستافده ديجا من المشروع، يعني هذوك الجمعيات غير معنيين، ولكن الجمعيات الجدد هادو هما اللي معنيين. علاش؟ هما كيشوفوا في الوزاره انهم بغاو يوضعوا حد لهذاك التفريخ ديال الجمعيات اللي غير كتاخذ الوليدات باش كتسترزق بهم. دونك هذا بكل صراحه احنا كيف ما قالوا الاخوان عجبنا الحال. علاش؟ حيت كنعرفوا رحنا كمجتمع مدني راه هناك جمعيات صالحه وجمعيات طالحه، باش نكون واضحين. اللي الحاجه الثانيه وهي هذيك الشهاده ديال الاعاقه، حنا ناقشناها وناقشناها باستفاضه، ولكن اليوم كنتفاجئوا ان كاينين الاخبار. هي السيده الوزيره اعطتنا وعد بانها على تواصل بالمنادب يوميا، وعرفنا من المنادب ولا من التعاون الوطني بان الوزيره كتكون يوميا على اجتماع مع المنادب باش يسهلوا المساطير وباش يقدروا الامور للجمعيات باش تقدر تدخل لهذيك البلاتفورم وتسجل الوليدات اللي عندها والاطر التربويه وداكشي اللي عندها. دونك هي قالت بالحرف ان اي بلاصه كان فيها مشكل خبرونا، وانا على تواصل مع السيد وزير الصحه باش نحلوا المشكل. وثاني حاجه اللي تخبرت بها انا اليوم اللي سمعتها، يعني ان التعاون الوطني هذوك لي كواف هما بداو كيشتغلوا مع الجمعيات على اساس باش يحطوا الملف ديالهم في المنصه. وهذه المنصه راه كاع الملفات اللي دخلت ليها، اي ملف دخلت الجمعيه ديال شي مستفيد راه من العام الاخر ما كتعاودش تدخله، يعني طونك هو باقي عندها مستفيد راه ما كتعاودش تدخله، الا في حاله الا خرج من عندها كتخبر به وكتحط البديل اللي كان في لا ليست داتونت ولا هذا. دونك يعني بكل صراحه كما قالوا الاخوان وكما قال السي احمد وكما اشاروا لي الاخوان قبل مني، ان احنا راه حنا مشينا غير وصلنا واحد الخبز الفرع. وثانيا حنا ملي غادي نبركوا دابا وغادي نبداو اي واحد عنده مشكل كما قالوا الاخوان غتكون واحد لابواط ايميل فين غيتصيفط هذاك المشكل، حنا غنهزوه عاوتاني وغنوصلوه للفران وغنبقاو نترافعوا عليه. يعني هذه اللجنه اللي دارت انا كنشوف فيها انها لصالح المجتمع المدني ولصالح الجمعيات. علاش؟ لان هذه اللجنه غادي تبقى دائما مستمره، يعني ما غاديش يجي واحد النهار وغادي توقف، يعني في اي حاجه كانت غادي تبقى هذه اللجنه هي اللي كتستدعى من طرف الوزاره وكتناقش معها المواضيع. والحمد لله حنا عندنا الثقه الكامله في هاد الاعضاء ديال اللجنه بحكم كنعرفوهم وكنعرفوا القرحه اللي عندهم على هذا الملف. لهذا انا كنادي من هذا المنبر على الجمعيات اللي باقا ما صوبتش الملفات ديالها
هي تدفع الملف ديالها وتحطه عند الناس ديال التعاون الوطني على اساس باش تستافد وتقدم الخدمه في احسن الظروف. والسنه المقبله كما قال السي احمد هي عطاتنا وعد بان كتشتغل بزاف على هذه المساله، ان باش تخرج المنحه في الوقت، ما يبقاش هاد الديكالاج. هي بغات تحيد هذاك الديكالاج، وبغات طلب العروض يكون شهر 9 وشهر 10 وشهر 1 يتوصلوا الجمعيات بالمنح ديالهم، باش هذوك الناس اللي كيشتغلوا يشتغلوا في 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 راحه نفسيه ممتازه ويعطيوا الجوده لهاد الوليدات. هذا هو اللي بغيت ندخل به، وشكرا للاخوان ونخلي عائشه الان. وانا اتفحص واحد المجموعه ديال لي كومونتير، مجموعه ديال النقط اللي طرحوا الاخوان انها كلها تناقشات. كاين واحد الاخ ديال طرح النقطه ديال لي سوق انهم خصهم يستافدوا من التعليم. جبدنا لي سور وجبدنا الاشكاليه ديال عدم ولوجيه اي لغه الاشاره والبراي داخل المؤسسات. وإلا ما كانت لغه الاشاره والبراي داخل المؤسسات كنقولوا بان التربيه الدامجه ماشي تربيه دامجه وشامله للجميع. وهادشي علاش ان هاد قاعه الموارد ولا هاد الدليل اللي الوزيره كتلح انه يدار قبل ما تمشي عند الوزاره باش دير معها التحيين، قالت كودي حطوا لي جميع الاشكالات هادو كلهم. الوليدات هاد اللي الشغل ما كيقراوش في الاعدادي، علاش ما كيقراوش في الاعدادي؟ خصهم يقراو وغادي نحطوا نشرطوا عليهم. الوليدات اللي ما عندهمش البرايد داخل المؤسسات العموميه خصنا نشرطوا، ولا خصهم ماتيريال قالت حنا نشريو ليهم. لكن الان بكل موضوعيه اليوم اتفاجأ بان هناك مجموعه ديال المشاكل، باقي مجموعه ديال المشاكل ما نقولوش العام زين، لان اليوم توصلنا بواحد مجموعه ديال الشكايات ديال الجمعيات فيها جوج ديال الاشياء. هناك نقد صريح لبعض منسقين ومناديب التعاون الوطني، وما باغيش نذكر المدن وما باغيش نذكر الاسماء، ولكن هذا نداء لهم، لان غدا غادي نصبحوا رساله عند السيده الوزيره نستنكر ما يقوم به بعض المناديب. بعض المناديب وبعض المنسقين كيطالبوا الجمعيات ان اخر اجل هو هذه الجمعه هذه، في حين ان التمديد حتى للجمعه الاخرى نهار 3. معنى هذا انهم هما باغيين يدخلوا دابا باش يستافدوا من هذاك الضغط اللي غادي يكون اليوم. نقول للجمعيات التمديد هو يوم الثلاثاء، وكل مندوب كيهدك ولا كيطالبك الان فيتحمل كامل المسؤوليه. نريد ان نعرف المدينه، ونحن كمرصد وكاتحاد وكفاعلين جمعويين سوف نقوم بالتمديد ولو ادى بنا الى وقفه احتجاجيه اخرى. انا اقولها واتحمل كامل المسؤوليه ديالي. الى مندوب هدد شي جمعيه قال لها حطي الملف قبل ثلاثه يتحمل المسؤوليه ديالي. صيفطوا لنا غير مراسله علاش المريض، حيت بعض الخطرات كيكون الشفوي راه ماشي عطينا حجه باش حنا نترافعوا، ولكن ماشي تقول لي نقول لك اعطيني شكايه تقول لي وبلاش السي احمد. انا بلاش اخويا باش نكونوا واضحين، اللي غادي يعطينا شكايه بان شي مندوب ولا منسق ديال التعاون الوطني كيهدوا كيامر انه يجيب الملف قبل ثلاثه عليه يتحمل كامل المسؤوليه. المساله الاخرى اللي خطيره جدا، الوزيره تطالب برفع عدد ديال الاطفال المستفيدين، كتقول لك بان اي عدد دخل احنا مستعدين ندعمه، لكن ما يقع على الساحه وما يقع للجمعيات الان شيء خطير جدا. راه غادي يوقع تقليص مهول. لماذا؟ الاغلبيه ديال الجمعيات الان بقى ما صوباتش هاد الملف ديال الاعاقه باش تاخذ ديك الشهاده ديال الاعاقه. الاشكال مطروح في وزاره الصحه. صحيح ان السيده الوزيره قالت لك دي اي اشكال في المدينه اعطيوني المدينه وانا نراسل وزير الصحه عاجلا باش يوجد الحل. وحنا غادي نراسلوا السيده الوزيره، ولكن رغم ذلك سوف نعطي مثال بسيط. كاينه جمعيه اللي عندها مثلا 140 طفل. عرفتي كاين شحال وصلت دابا من الشهاده ديال الاعاقه كامل؟ يلا 40. قالت لها 100. وحده اخصائيه كتجي كتشوف 5 ولا 6 وكتجي خطره في الاسبوع. وكاين جمعيات اللي عندها 200 يلا صوبتها 50.
كاين جمعيات عندها 30 يلاه صوبتها 10. معنى هذا ان غادي يوصل لو ديلي وغتكون اغلبيه الجمعيات، وانا اقولها اغلب الجمعيات الى ما عودناش وجدنا شي استراتيجيه اخرى لانقاذ ما يمكن انقاذه في هذه المساله هذه، راه خصنا اننا نناضلوا عليها ولو غير في هذه السيمانه هذه. راه خصنا ترافع اخر، اما مراسله السيده الوزيره، اما بلاغ، اما واما، لان شيء خطير ما يقع الان. جوج ديال النقاط مهمين ما توصلنا به من شكايات. وحده كيقولوا بان التعاون الوطني فرض علينا اننا هاد الجمعه نحطوا الملفات، وعندي الاسماء ديال الجمعيات وعندي المدن، ما بغيتش نقولها هنا ولكن تنتاكدوا مزيان، لان هذوك الناس خصهم يكتبوا لنا. وكاين مساله اللي وقع على الصعيد الوطني، على الصعيد الوطني كيقولوا بان اغلبيه ديال الجمعيات ما صوباتش الشهاده ديال الاعاقه، ماشي مشكل في التعاون الوطني، مشكل في الصحه، لان ما صوباتش الملف. وغادي يجي معطلين وهكذا ذاك العدد اللائحه اللي عندك، عندك 100، هاد ال 100 راه استفدت. وقلناها للوزير، قلنا الوزير كيوقع بعض خطرات الانسان كيستافد وكيجيب اخر سنه وكيغني الملف ديالو وكيولي الرئيس ديال الجمعيه او رئيسه في اشكال قانوني مع الاطر انها اشتغلت وانتم ما عطيتوش الدعم، اذا غتسيطوا للحبس. وهذا ما سيقع الان. اذا علينا جميعا ان نتحد وان نتخذ موقف بان لي ما المندوبيه الاقليميه اللي ما صوباتش مير الطبي عطيونا السميه ديالها، الله يجزيكم بخير، عطيونا السميه ديال الجمعيه وعطيونا المدينه، لان باش حنا نراسلوا كنراسلوا بوثائق بحجج وادله. الجمعيه اكس في المدينه اكس رفضوا باش يصوبوا لها هذا، او كاين واحد التعطال، او ما كاينش الاخصائي اللي غادي يصوب، لان علاش ملي غادي نحطوا تما امام مشكل يترافعوا تما عند وزاره الصحه، باش ملي غادي تلحق الاجال غادي نقول لك لا رانا راسلتك، عندي مرجع راسلتك بان عندي اشكال ما حليتيش معايا. هكذا كيمكن لنا اننا نتاخذوا مواقف اخرى. دونك هذوما الملاحظات اللي عندي وشكرا. شكرا شكرا سي احمد، باش نلخصوا الامر ويكون واضح. تدخل سي مصطفى. واخا انا نعطيك تدخل غير نكمل الفكره ديالي. دونك قلت بان هذه هي الفكره اللي خصني نفهم كل شيء. هذا اللقاء هو ليس الان لنناقش مشكل، حيت دابا كاين بعض الاخوان اللي طلبوا التدخل، احنا غنعطيكم حدود واحد ثلاثه ديال التدخلات، ولكن احنا هنا ماشي باش نناقشوا المشاكل، لا، احنا هنا باش قلنا لكم شنو هي الاليات اللي اتفقنا عليها مع الوزاره باش نحلوا بها المشاكل. لاحظتوا هذا الشيء هو اللي اتفقنا عليه، انه هضرنا مع الوزيره كاين مشكل هنا وهنا وهنا وهنا. اذا كانت جوج حاجات، دفتر تحملات 2023 سيناقش بحذافيره في اطار لجان، وهنا شكرا للسيد دير على التعليق ديالو، كما قال فالشيطان يكمن في التفاصيل، عجبتني هذه العباره. ولكن فعلا خصنا نردوا البال، وهذا الشيء هو علاش حلينا هذا التواصل مع جميع مكونات المجتمع المدني من خلال هذا اللايف اللي غادي يبقى في لاباج ديال المرصد، من خلال التعليقات اللي دابا غادي نعطي الكلمه السي رشيد وبه باش يقراهم، ومن خلال التعليقات اللي ممكن يجيو مستقبلا، ومن خلال البواط ميل اللي كان توصلوا فيها بالمقترحات. اظن السي يدير بهالطريقه غادي نمينيميزيو ديك الشيطان. علاش؟ حيت قال لك مجتمعات امتي على ظلام، ضروري واحد غادي يعطيك فكره من هنا، واحد من هنا، واحد من هنا. اي لا بغيتي تقول سنفتح مشاورات اللي غادي تكون مفتوحه مع الجميع باش اننا نوصلوا لشي حاجه اللي تكون بيان فهم. شكرا سيدي. اذا هذا وممكن انه قبل ما تدخل اللجنه للوزاره خصها تكون عندها لجنه مماثله في المجتمع المدني. تنظموا الاخوان، راه فرصه سانحه بانه باش يعرفوا بان عندنا مجتمع مدني راقي وعارف اش كيدير. حنا ماشي غير حنا غنمشيو نهضروا، انا ما كرهتش تكون مبادرات،
مثلا اللي غادي كذا، شوفوا تلاقي حنا كنعرفوا بعضياتنا كاملين، ثلاثه مثلا السي يدير مع السي الكرابزه مع كذا، غيشوفوا البعد ديال التغطيه الصحيه وكذا والحمايه الاجتماعيه اللي دابا دايره في البلاد وكيفاش نانتيغريوها، وكيعطيك واحد 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 ثلاثه اربعه ديال الجمل ولا نص صفحه كليرينيت، اش غنديروا اش نديروا اش نديروا. حنا كنكونوا بحال غير كنديو الخبز الفران، بهذه الطريقه غادي نوصلوا وغادي نكونوا. اذا هذا الشيء هو اللي غنشتغلوا عليه في اطار الليجان. الان عندنا بقى بحال اللي قال السي احمد 3 جوان هو التاريخ المحدد لاخر اجل، والوزيره بيدها قالت لك انا ما عنديش مشكل بغيتوني نزيد ولكن راه لمصلحتكم، راه الا زدنا شهر 6 و7 ومصححنا لقينا الكونجي مشيتو، انا بغيت دابا في 7 يكون مشى داك الشيء الماليه ويتصرفوا الفلوس في شهر 9، وفي الاخر اقتنعنا وقلنا بصح لا الفلوس يتصرفوا في شهر 7 قالت لك ديال 2000 لا شهر 7 فهمتي. اذا لهذه المساله هذه على ذاك الشيء حنا ما بغيناش نمدوا. اذا كاينه هذه مساله. المساله الثانيه هو انه يمكن يكون شي واحد في شي بلاصه كيخدم على كانت وما غاديش، حيت كاينه ناس اللي ما كتفهمش فين غدا المصالح ديال الدوله. كاين واحد خصو غا يمشي يشرب قهوه هو على خاطره، وانا لا اتهم احدا ولكن كاين هذا الشيء. اذا هذا اللي غيلقى هذا المشكل على مستوى اول حاجه يمشي مباشره للتعاون الوطني ويقول له عندي مشكل مع الاداره ديال هذا، حيت التعاون الوطني راه حنا اجتمعنا اثنين نهار ثلاث كان عندها كيما وعدتنا، نهار ثلاث كان عندها اجتماع مع الناس ديال التعاون الوطني، واتصلوا بي انا البارح من العرايش اليوم من العرايش، لقيت عندهم تعليمات اللي هضرت معنا فيها الوزيره، اجيو نساعدوكم اجيو كذا شي، واش دخلتوا المنصه ودرتوا درتوا هذه اجيو حنا نجلسوا مع. اذا خص لاسيستونس اللي غادي تدار للمجتمع المدني، والوزيره قالت انها فتحت الحوار مع وزير ديال الصحة مع وزير التربية الوطنية فيما يخص وزير الصحة. إذا عندنا شي بلاصة فيها مشكل بحال اللي قال السي أحمد قولوها، سيروا مباشرة للتعاون الوطني، عيطوا لنا صيفطوا لنا في البوست ميل وغيتحل مباشرة المشكل. أنا ما نكذبش عليكم، راه قالت مثلا أخت أمينة على مستوى تركيس ما كانش مشكل، حنا هنايا على مستوى إقليم العرايش ما كاينش مشكل في هذا، صايبوا الشواهد صيفطنا مثلا، ولكن البلايص اللي فيهم مشكل عندك عاوتاني شويه المسؤوليه، ماشي مثلا شي واحد يكون المشكل فيه ما بغاوش الناس مثلا خصو يمشي يدي الوثائق وكيقول الطبيب طبع لي الشهاده بلا ما تشوف الطفل، وما غيمكنش عاوتاني غنوقفوا على شي حاجه اللي هي ماشي قانونيه. اذا كون قانوني وصف المساله وحنا معاك. نعطي الكلمه للاخت عائشه ومن بعد ندوز للسي رشيد، راه هو جمع لنا الاسئله باش يعطيها لنا. تفضل. والسي حافظ حتى هو هز هذا، اذا غادي تفضل عائشه. انا بغيت غير نجاوب على واحد الاخت قالت ما مصير المنحه ديال 2021. الوزيره بكل صراحه قالت بان تقريبا واحد 60 جمعيه اللي توصلت بالمنحه ديال 2021، وباقى تقريبا ما يناهز واحد 44 محطوطين عند الكونطابل، يعني هذوك كيتسناو غير لا سيناتور، وباقى 260 جمعية اللي باقي عندها مشاكل يا إما في ليجيستيف يا إما في شي حاجة، وهما قالت لك حنا خدامين على أساس باش نحلوا لهم المشاكل باش نحيدوا هاد 2021 في هاد شهر في شهر 6، يعني خاصو يخرج 21 ما يبقاش عندنا على أساس باش يبداو يشتغلوا على 2022. هذا هو الكلام ديال السيدة الوزيرة، وحنا حتى حنا من جانبنا حنا متبعين على الصعيد الوطني، يعني الجمعيات راه كاينين بعض الجمعيات اللي توصلات وكاينين بعض الجمعيات اللي باقين، دونك غير لا كان شي جمعيه عندها شي مشكل في شي وثيقه او لا شي حاجه تسرع بها تديها للتعاون الوطني باش الملف ديالها يمشي ما يبقاش فيه مشاكل. وهي عطات وعد بان جميع الجمعيات اللي خرج لها الدعم غادي تستفد منه، يعني حتى شي جمعيه ما غادي تبقى مع زعما ما تستافدش من الدعم. هذه من جهه ديال ان التربيه الدامجه، انا كنشوف وشفناها حنا كاملين لبسنا هذاك النهار بان لا السيده الوزيره ولا الدوله ولا كل شيء غادي في التوجه ديال التربيه الدامجه. كما قال السي احمد قبيله الله يجازيكم بخير، اللي عندهم الجمعيات اللي عنده شي وليد هو في سن مدروس خاصو يمشي للمدرسه،
حيت هذا هو التوجه ديال الدوله ككل. يعني ما حرام نضيعوا هذاك الوليد ونبقاو شادينه عندنا في المركز، نخرجوه للتمدرس ونخرجوه للمدرسه. هذا هو الكلام ديالي وشكرا. وي سي مصطفى، سمحوا لي خليت الدورة تدوز، سمحوا لي اعتذر على هذا العقد التقني. صافي دابا مزيان صافي، ما بقاش يديرونج معاك. لا دونك انا اللي بغيت نضيف واحد، لا اللي بغيت نضيف واحد المساله هو الجمعيات، لان الا ما كناش متكتلين وما كناش كندافعوا على هدف واحد راه القضيه ديالنا غتضيع. راه ما بغيناش نلوموا بعض الجمعيات اللي ما كتفاعلش، بعض الجمعيات التي تعيش المأساة ولكن مع ذلك عندها واحد المسألة ديال الخوف أو الجبن، خايفة من التعاون الوطني ولا خايفة من هذا، وعندك يحيدوا لها المنحة وعندك يديروا لها هذه. اللي بغينا نوضحوا راه ما كاين حتى واحد يحيدك شي حق ديالك، راه حتى واحد ما يقدر يحيدو لك. وقد ما كنكونوا كتلة كبيرة، قد ما الصوت ديالنا كيوصل، وقد ما القضية ديالنا كتلقى الصدى. الله يجازيكم بخير، راه ساهل نكتبوا التعليقات، ونهار اللي كنحتاجوا الناس باش يعبروا معنا على الغضب ديالهم ما كنلقاو حتى واحد، كنلقاو الا نفس الاشخاص ونفس الجمعيات ونفس الناس اللي كيجيو ويناضلوا. ف احنا راه متطوعين، راه ممكن غدا اننا حتى نقولوا دير عييت، ولكن هذه قضيتنا وهادو ولادنا وهذا مشروع ديالنا، فعلاش كيكون هاد التخاذل بعض الخطرات؟ علاش كنكونوا مجاهدين في النقد في الكريتيك وفي التوصيات، ولكن ملي كيكون ساعة الحسم وساعة الجد كي بنادم كيتخاذل. راه الترافع خص يكون من الشيام ديالنا، والمناصرة خصها تكون من الشيام ديالنا. لذا رجاء ثم رجاء ثم رجاء، راه الحق ديالك راه ما يدي لك حتى شي واحد، وما يهدك حتى واحد يدي لك الحق ديالك. كونوا على يقين، راه ما يخلعك شي واحد في التعاون الوطني ولا يقول لك هذا، راه ما عند حتى واحد اللي غادي يخلعك. دافعوا على حق وليداتكم، ناضلوا على حق وليداتكم، قولوا الصراحة على حق وليداتكم. راه وليداتنا اللي كيضيعوا، راه ما كيضيع حتى واحد، راه في الاخر المطاف راه وليداتنا اللي كيضيعوا. راه ممكن فلان وفلان اللي يمشي، ولكن شكون اللي كيأدي الثمن؟ وهي الأسرة، وهي هما الوليدات، هما اللي كيأديو الثمن. الله يرضي عليكم، الله يجازيكم بخير. ناضلوا معنا. احنا ماشي كنناضلوا على، راه كنناضلوا على الحق ديال كل شيء. صحيح ان ملي كنديروا بعض اللقاءات كنا كنعطيو فتاوي وكنعطيو مجموعه ديال الاشياء، ولكن النهار اللي كننزلوا الارض الواقع ما كنلقاوش كاع هذوك اصحاب الفتاوي كاينين. اذا ما مصير هذه القضيه؟ هذه مصير ديال السي احمد، غتلقى دائما اصحاب الفتاوي فالشتغل. احنا غنعتمدوا، احنا غنأطروا هذا الشيء بطريقه علميه منطقيه، واللي بغى يعطي فتوى يزيد بحال اللي قلتي، راه حنا متطوعين، لا نلوم احد. والنضال ديالنا مفتوح للجميع. هذا اللقاء هذا اللي درناه باش نفتحوا حوار، لان المسؤوليه اللي تعطات لنا هو اننا نكونوا مباشرين معكم، ها اللي كاين وها اللي ما كاينش،
وإلا قلت أنا من غدا ودي ما تمشيوش هذيك اللجنة التقنية، والله ما واحد ما يمشي ليها بالله، أقسم لكم بالله. وتجول الجماعة والأغلبية تقول يا السي أحمد هذيك اللجنة التقنية ما عندنا ما نديروا بها، خصنا نعاودوا نوجدوا الترافع، أقسم لكم بالله إلا مشى واحد من عندنا حنايا كمرصد ولا كاتحاد، أنا كنعرف الاتحاد حتى هما منخرطين معنا في هذه المسألة هذه، ولكن حنا غير بورت باغول ديالكم، ولكن بورت باغول حنا كيبقى فينا الحال من اللي كنشوفوا الناس ما كيناضلوش معنا في التيران في الواقع، كيبقى فينا حنا الحال. وكنقولوا ودي علاش، علاش الناس كتطالب بحقها وملي كيجي الوقت ديال الجد انهم ما كيكونوش معنا؟ كاين شرفاء، كاين مجموعه ديال الناس، كاين الناس اللي كنعرفوا عندهم التزامات ولا عندهم كذا، ولكن كاين الناس كنعرفهم عندهم التزامات لا والو، راه بارك في القهوه ومتبع لي لايف اللي كيدار، اش داروا ليهم؟ ضربوهم، جراو عليهم، هذاك قيدوه، راه ما كاين حتى حاجه. حنا راه في بلادها، راه عاش الملك، راه ما كنديروا حتى شي حاجه، حنا الله الوطن الملك. والوزيره بنفسها عاجبها النضال اللي كيدير المجتمع المدني والحراك اللي كيدير المجتمع المدني، لانه حضاري 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 اللي كنديروا حنا، ندافع على القضيه بشكل حضاري ماشي فوضوي. اذا ما كاينلاش تبقى تخاف وتضرك وتبرك في القهوه وتتبع اللايفات وتقول لي ما عندك يديروا ما غيديروا لهم، راه ما حتى واحد. مشينا وجينا سالمين حول الله. واضح واضح سي احمد، واضح سي احمد. الفوزيه كتضحك مع سيدي محمد، الفوزيه بقيتي انت باش خاصني نعطي الكلمه، نعطي الكلمه سي رشيد. تفضلي الفوزيه. السلام عليكم جميعا الاخوات، ما عرفتش شحال الاخوات كاينين دو توت لي فاسون، رانا كل شيء اخوات، حتى حنا حسبنا اخوات. لا 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 لا، المهم اعتذر لان كان عندي واحد المشكل في لا كونيكسيون، عاد قدرت باش نلتحق بكم، ما عرفتكمش شنو درتو، ولكن انا راني معاكم في اللي غادي ديروا، والحمد لله واحد مجموعة ديال الجمعيات انا اللي كتصل بيا، واللي فرحوا يعني بداكشي اللي وصلت لهم، داك الميساج اللي عطيتهم، ديك واحد الخلاصه باسهاب واللي فيها الخطوط العارضه والمهمه راني تقاسمتها معاهم. كيبقى التساؤل اللي دار السي احمد، انا سمعت ديك الميساج ديالك فوكال السي احمد بخصوص الاستفاده اللي غادي تقصى منها واحد المجموعه ديال الوليدات. كنظن راه السي مصطفى والاخوان اللي جاوا من بعد راه عطاو واحد التوضيحات مهمه جدا، المسائل راه غاديه في يعني في الطريق الصحيح، المناديب راه كلهم عبر التراب الوطني راه خداو واحد مجموعه ديال التوصيات باش يوقفوا مع الجمعيات، وان شاء الله ما غادي يكون غير الخير. ما عرفتكمش علاش هضرتوا، ما عرفتكم حتى لهذا. المهم اللي عندي انا دابا الارتسام اللي عندي هو هذا، والمزيد من النضال والمزيد من النضال باش ما يتقصى حتى شي واحد. وانتم سمعتوا السيده الوزيره قالت لك خصها اكبر عدد من الاشخاص في وضعيه اعاقه يستفدوا من هذا الصندوق دعم التماسك الاجتماعي، وهذا جميل جدا يثلج الصدر. كنتي معنا لا فوزي، هادشي الشيء واخا ما كنتيش معنا، هذا عطيتي خلاصه ديال كانك كنتي معنا فعلا. هادشي هو اللي نقل لنا الاخوان، هو هاد المسائل اللي قلتي، وطبعا سنستمر مع بعضياتنا. الان غادي نمروا للتفاعل ديال الحاضرين معنا. كنشوف كاين مجموعه ديال الاخوان اللي خصهم يدخلوا، ولكن قبل ذلك نشوف مع السي رشيد وبه باش يعطينا واحد السنتاز، واحد الخلاصه. الاسئله اللي سبق الجواب عليها لا داعي ذكرها، ولكن شي امور اخرى اللي نوضحوها مرحبا. تفضل السي رشيد. السلام عليكم، ماش كتسمعني سي مصطفى؟ كيتسمع صوت؟ وي وي كنسمعك. السلام عليكم ورحمه الله اخوات اخواتي اخواني. سي احمد كاين هنا مجموعه ديال التساؤلات اللي ديجا تجاوب عليهم في اطار الحوار اللي كان. انا غندير واحد الخلاصه ديال هذا الشيء اللي بان لي اللي تجاوب عليه راه ضربت عليه. نعطي الاسئله كاملين ومن بعد نتوما تناقشوهم ان شاء الله. ياك سي احمد تفضل. تفضل سي رشيد. كاين تساؤل تيقولوا بالنسبه للجمعيات التي لم تتوصل بعد المنح من 2019 2021، وكما كنعرفوا اللي ما عندوش يعني اللي ما توصلش في المنحه ديال عامين متتاليتين راه ما عندوش الامكانيه انه يدفع. واش كاين شي حل بالنسبه لهادو؟ كاين مطلب ان تبقى المنصه مفتوحه طيله السنه، المنصه ديال لا بلاتفورم. ستيلو الله يرضي عليك.
كاين تساؤل آخر، ماذا عن الأطر التربوية والشبه الطبية، خصوصا مرافقات الحياة المدرسية الغير مدرجين في برنامج صندوق التماسك؟ كيف يمكن أن نطالب المديريات بتقديم هذه الوثيقة، الوثيقة اللي هضرنا عليها كبيرة، التي تتعارض كل يوم مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية؟ ماذا عن ازدواجية معايير تحديد مبلغ الدعم في نموذج 13 وشبكة التنقية المعتمدة؟ ماذا عن الترخيص في إطار قانون فتح المؤسسات الرعاية الاجتماعية للمراكز المكترث؟ وهل سيتم إقصاء الجمعيات الغير ملتزمة؟ هل تم التطرق في هذا الاجتماع ديال الوزيرة إلى أعطاب التربية الدامجة، وهل هناك حل في الأفق؟ تساؤل آخر، الجمعيات التي تشتغل داخل مؤسسات تعليمية، هذا تقريبا وقيل تجاوب على هذا السؤال، كيفاش يمكن لها ترجع مؤسسة ضمن القانون 1405؟ هل ناقشتم إمكانية تأهيل هذه المراكز المكترثة؟ ماذا عن يعني لا سينيسيس؟ هناك تساؤلات عن مشكل الشهادة الطبية أو المشكل ديال التشخيص الطبي، هذا كان طرح في المجموعة اللي اليوم مع الأخت خديجة أنقاص. تقريبا الأسئلة الأخرى، التساؤلات الأخرى كنت جاوبت عليها، كاين تساؤلات أخرين كيبان لي دابا تزادوا جداد، فتقريبا نكتفي بهذا السي أحمد. واخا شكرا سي رشيد، كنظن بان واحد المجموعه ديال الاسئله انها جاوبنا عليها ضمنيا انا والسي مصطفى ولاله عائشه وحتى لاله فوزيه من خلال ديال لاله. بالنسبه باش نكونوا معكم صراحه، بالنسبه للدعم ديال 19 و20 ما ناقشناش هذه المساله هذه، ولكن اذا كانوا الاخوان اننا بغاونا نستشفروا ممكن اننا نربطوا الاتصال بالاخوان في الوزاره ونسالهم ونقدروا نردوا على الاخبار، لانه هذه المساله ديال الى عامين ما استفدتي شيء ما عندكش حق تشارك، ما لقيتهاش انايا بشي، واش كاينه في دفتر التحملات ديال المساطير او هناك غير اجتهاد شخصي. بالنسبه للمؤسسات داخل المؤسسه التعليميه، يعني اقسام اللي يرجعوا مراكز داخل المؤسسه التعليميه، جاوبنا عليها بان هادو راه هذاك التريتوار ديال الوزاره التربيه الوطنيه، ما يمكنش انه يرجع مؤسسه كتولي مؤسسه في قلب مؤسسه. لكن هذيك المؤسسه دار لها واحد الكلوتير وتسلمات يعني بواحد ترخيص من الوزاره التربيه الوطنيه والاكاديميه وسلمات عليك باش ديرها مركز، ممكن، ولكن باش غير يكون عندك اقسام ما نضرش. كاين المشكل ديال التشخيص الطبي، هو ان كنعرف بان كاين بعض وجبدناها مع السيده الوزيره ورفضات بتاتا يكون مثل هذا السلوك هذا، هو ان كاين مثلا نعطي مثال، بيدو بسيكياتر كيعطيك شهاده طبيه بان الطفل عنده توحد، ولكن ملي كيدوز قدام اللجنه الطبيه كاينو الطبيب ولا الطبيبه يقول لي لا راه ما عندوش توحد، راه عنده غير اعاقه ذهنيه خفيفه. فرفضنا هذا السلوك هذا واتفق على ان اذا كان هذا الاشكال هذا تقبل الشهاده الطبيه اللي فيها الاخصائي بيدو بسيكياتر، ما يمكنش طبيب يطعن في الطبيب، وما يمكنش الطبيب العام انه يطعن اخصائي بحال بيدو بسيكياتر. هذه راه ناقشناها معها بجديه وتا هي رفضتها، قالت لك ما يمكنش، وقالت لك دير كاين مشاكل في اطار اللجان الاقليميه، ولكن الا كاين شي اشكال اعطيونا السميه وحنا اننا غادي ناخذوا تدابير لازمه مع وزاره الصحه باش يحلوا هذه الاعطاب. حنا اللقاء ديالنا كنا صراحه وقلنا ودي هاد 9 ديال المطالب هي اللي غادي نناقشوا باش تكونوا، لان ما يمكنش تناقش جميع المشاكل اللي كاينه في دفتر التحملات. ناقشنا 9 ديال الاعطاب حنا والاتحاد بناء على البلاغات اللي كنا درنا مجموعين، ومع ذلك ضفنا مجموعه ديال الاشياء ديال التوحد ثلاثه، ديال لي زيم سي السميه كتختلف كيديروا ليه عنده اعاقه ذهنيه، وام سي كاين لي زيم سي ما عندهمش اعاقه ذهنيه. ناقشنا الوضعيه ديال الاطر، انا ملي كتقول لي الوضعيه ديال الاطر، الوضعيه ديال الاطر هو ان كاين عندنا المربين وكاين الاخصائيين انهم كيتخلصوا، حنا كناديو باش يتخلصوا 12 شهر وباش ترفع القيمه ديال لا بريزون شارج، باش ترفع القيمه ديال التكلفه ديال الوليدات، وهي غتساهم ايضا في الرفع ديال الاجر، لان قلنا لها ودي حتى التامين ديال السيارات تجبدناه، لان النقاط اللي بسيطه اللي كتبان لنا ما تقالش تقالت
غير حنا ما يمكنش لنا نستوعبوا بزاف، حيت ناقشنا التسعود ديال المطالب ومن بعد دخلنا المختلفات، ناقشنا التامين ديال السيارات اللي ما كاينش، ناقشنا السائقين اللي ما داخلينش مع الموارد البشريه وداخلين في النقل المدرسي، ويمكن هذا ناقشنا البنزين دابا اللي وصل 15 درهم وانت باغي تعطيني 150 درهم بالثمن القديم اللي كان كيعمل غير 8 ديال الدراهم. يعني ناقشنا واحد المجموعه اللي اي حاجه اللي يمكن لكم تخيلوها ولا كتبها لي في الكومونتير واش ناقشتوا هذه وهذه، كلهم بامانه ناقشناهم. غير حنا بقينا متشبتين بالبلاغ وهذا على التسعود ديال المطالب اللي شاف لها السي مصطفى، والمسائل الاخرى كلها تناقشات لان ما كاينش لها حل. هادشي علاش اليوم قلنا ودي غادي نفتحوا نقاش هاللي قلنا، ولكن ملي غادي يكون اللقاء ديال اللجنه التقنيه خصنا نحدوا اشياء ونديروها، ما يتعلق بالموارد البشريه ونحطوا له الخانه ديالو، ما يتعلق بالنقل المدرسي نحطوا له الخانه ديالو، ما يتعلق بالدعم ديال المراكز والتاهيل ديالها اشنو اللي كنطلبوا حنا كجمعيات، ما يتطلب بالتربيه الدامجه قاعه الموارد اشنو اللي كيطلبوا الجمعيات، وغادي نحد وهكذا غادي نمشيو حنا غير بورت باغون. الى نسينا راه حنا بشر، ما يمكنش تناقش ظرف ديال 4 سوايع كتناقش واحد 20 مطلب، ما يمكنش 20 مطلب ولا اكثر اللي كان، اقتصرنا على التسعود اللي مهمه جدا رغم ان حتى المطالب الاخرى مهمه، ولكن ما اتفق عليه داخل المرصد وداخل الاتحاد هما التسعود ديال المطالب. لا سي ان اس اس كيطلبوا الناس كيطلبوا ناقشناها، وقالت الوزيره بان لا يعقل ان شي عامل اجتماعي ما يكونش عنده التغطيه الصحيه والاجتماعيه، وقالت بان ورش ديال الحمايه الاجتماعيه ديال صاحب جلاله هذه المساله راه فيه وما يمكنش، وقالت لك غادي تناقشوها في دفتر التحملات وتشيروا ليها. ما يمكنش ان الايطار ما يتخلصش 12 شهر وهي مامنه بها، ما يمكنش ان المنحه تبقى عام، وهادشي علاش قالت لك ودي انا كنوعدكم ان هذه المنحه ديال 21 22 غادي توصلوا بها في شهر 7 الا كانت مسائل مود، وديال 22 23 غتوصلوا بها في شهر 1 وغادي نحاول نديروا الطلب ديال هذا غنديروها في سبتمبر ولا اكتوبر. قالت لك قاعه الموارد صوبوا معايا الدليل وانا باش نديه للوزاره في اطار الاتفاقيه اللي غتعاود، قول لهم الله يخليكم ها قاعه الموارد كيفاش خصها تكون، ها المواصفات ديالها، ها المؤسسه كيفاش تدخل، والمسائل اللي ما تقدش على الوزاره قالت حنا نقدوا عليها. المؤسسات الناس اللي عندهم جمعيات اللي كنقولوا صغيره ما كاين حتى شي واحد صغير، المهم جمعيه وسلم الامكانات ديالها، ولكن اللي كيحتضر شي تلميذ راه جمعيه. انا ما كنبغيش نبقى نقول جمعيه صغيره وجمعيه، مي جمعيه اللي كتشتغل بهذه المواصفات هذه واخا يكونوا كارين الوزاره غادي دير لهم واحد برنامج ديال التاهيل، تاهيل الفضاء ديالهم، تاهيل الجمعيات والاطر في المجال ديال التكوين، مجموعه في التعاون وفي التجهيز الى اخره. ولكن الجمعيات اللي كتقول براسها انها كبيره خصها تنضبط وتنساغ الدفتر القانون ديال 65 13 65. يعني هادو هما الاشياء اللي تناقشات. الا كاين شي حاجه السي مصطفى راه غادي يدير واحد بوات ايميل غادي يحطها لكم، تعطيونا جميع الاقتراحات، ونهار اللي غادي يكون اجتماع ديال اللجنه التقنيه، نهار اللي غادي تكون عندنا لقاء مع اللجنه التقنيه قبل ما نمشي، وانا كنوعدكم من هنا قبل ما نمشي وغنديروا واحد الاجتماع وغنقول ودي راه جمعنا هالمطالب اللي خصنا نناقشوا، غتكون عندنا هذه وهذه وهذه اطار ديال لي زاكس، موارد النقل المدرسي التغطيه الصحيه الى اخره، وغادي نناقشوها معكم حتى هي بحال هكذا ما عندناش اشكال، وغادي نمشيو وغادي لقيت ملي غادي نسيو من لقاء في اللجنه التقنيه غادي يعطيني الرجوع عندكم ما عندناش اشكال، لان مسؤوليه وخصنا نتحملوها، ما حتى واحد ما ضربنا عليها، متعبه مرهقه فيها اصطدام فيها مجموعه ديال الاشياء، ولكن الغالب الله احنا مامنين بها. هادشي علاش اننا كنقولوا دي باننا غادي دائما اي خطوه غادي نرجعوا للجمعيات، حاجه واحده غادي نقلع عليها، فإلا كنا كجمعيات ونناضل خصنا نناضل بمعنى الكلمه، ماشي نناضل في جانب ولا نناضل في جانب. كاين اللي غادي يعيب عليا هاد الصراحه ديال انا بحال خلقت هكذا، ما تناضلش معايا في جانب تعطيني الافكار، ولا تناضل معايا في جانب عندما نريد ان نصل صوتنا الى المعني بالامر. وكفى، تفضل سي مصطفى. شكرا شكرا سي احمد. انا بغيت غير نذكر واحد المساله وهذه مساله كنعرفها لاقاش انت عارف السايت طويل مع اللايفات، اللايفات غالبا ماشي بحال الاجتماع الحضوري كتكون جالس كيدخل شي واحد، ملي كتدخل خصك تبدا معاه من الاول، اذا مجموعه الاسئله
رحنا تناولناها وهضرنا فيها، ولقيت هنا بزاف الناس اللي عاد كيهضروا الملخص كذا، ولكن ما فيها باس اللي باش تعم الفائده اننا دابا ونحن على مشارف نهايه هذا اللايف اننا نعطي واحد الملخص. اقول بان دفتر التحملات او موضوع تمدرس الاطفال في وضعيه اعاقه منذ زمن طويل وهو يثير مجموعه من الملاحظات. صحيح بانه في واحد الجانب يؤدي واحد الخدمه بتعاون مع الجمعيات ومع الصندوق وكيعمل خدمه لفائده الاطفال في وضعيه اعاقه، ولكن فيه من الاعطاب ما يكفيه لكي ينتقد، وهذا الشيء هضرنا فيه هذه مده طويله وحنا كنهضروا خص هذا. احنا كمرصد خلال الاجتماعات الاولى عندما تناولنا موضوع صندوق التماسك الاجتماعي خرجنا كاملين بخلاصة واحدة، ما يمكنناش نهضروا على نقط داخل صندوق التماسك الاجتماعي، بل يجب الحديث عن إصلاح شامل لدفتر التحملات. تكونوا واضحين لكي تشارج، من كتكون عندك أي حاجة مضبوطة بواحد دفتر التحملات ما تجيش تبقى تناقش، خصك تطلع الفوق، حيت هذاك دفتر التحملات هو اللي كيسير داك الشيء. اذا فكان مطلوب منا جميعا هو دفتر التحملات. هذا المطلب ديال دفتر التحملات هو اللي افاض كاسه في هذه السنه انه ناضت تصلح فيه بدون استشاره الجمعيات، بدون الجلوس الى طاوله النقاش الى اخره. مزيان ملي دار هذا الشيء ناضت الجمعيات وكانوا احتجاجات وهذا، وما غنرجعش لهذا الشيء اللي قال السي احمد، كاين اللي مشى وكاين اللي بقى كيتفرج. المهم هذه ستبقى دائما، والناس المناضلين عبر الزمن كيعرفوا هذه المساله، اذا هذا ماشي مشكل. هو انه ملي حتحقق الجلوس الى طاوله النقاش، فهذا هو اللي وصلنا لكم في الاول، هو انه قبل ما ندخلوا انا والسي احمد ومع الناس ديال الاعاقه الذهنيه، مع مدام ناديه والسي رضوان الى اخره وفوزيه والجميع باش ما يبقى في حد الحل، قلنا بانه خصنا نوسعوا المطالب، خصنا نهضروا كذا. جا السي احمد قال لك اودي ما يمكنناش نوسعوا المطالب، وحنا عندنا ناس مورانا اعطيناهم بلاغ صحفي فيه 9 نقاط، اذا خصنا نهضروا على 9 نقاط. بعد اخذين، وهذا مع جلسنا في القهوه اللي حدا الوزاره، قلنا اودي هاد 9 نقاط اتفقنا بان هي اللي غتكون صلب الموضوع، ولكن ما فيها باس نخرجوا معانا وعود بالنقش اكثر. هكا قلنا احنا كنتصوروها، فاذا بهم اللي كندخلوا كنلقاو وزيره هي تريد الجلوس الى طاوله النقاش. واش حنا دخلنا على بطاقه الاعاقه؟ ما دخلناش على بطاقه الاعاقه، حنا دخلنا على صندوق دعم تمدرس الاطفال في وضعيه اعاقه، ولكن حتى الوزيره قالت لك جلسوا معايا وعاونوني حساب هذا ديال الصندوق ديال بطاقه الاعاقه. المرسوم رانا وجدته، والناس الوزاره كتخدم صباح مساء وغيخرج المرسوم، وانا مأكده بان هذا المرسوم غيخرج غيكونوا فيه اخطاء، غيكونوا فيه اعطاب، نصلحوها كاملين، ولكن نوقفوا هذا البروجي. بيرسونيلمون جيتي افي افيك داكو. دونك ملي جينا هذه النقاط 9 هي اللي عطاتنا شهية النقاش، وهي اللي نتج عليها ضرورة زعما ماشي تأسيس وإنما تكوين لجان تقنية باش تجلس أتي تروبوزي تناقش الموضوع، راه ما غيتناقشوش في النقطة. إذا هادو ها حنا متفقين عليها. المسألة اللي وصلنا لها أن كاين اللي هنا طالب وقال السي كريم الشرقاوي ولا هذا، قال لك شنو المخرجات اللقاء الملخص حنا راه هضرنا فيه، ردوزنا فيه نقطة بنقطة، يمكن كنت باقي ما التحقتيش السي كريم، نقطة بنقطة. إذا غادي 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 المخرجات اللي ما تم الاتفاق عليها في الاجتماع 1 2 3، فعلا السي كريم هذا الشيء درناه قبل ما تلتحق. ملي بدينا اللقاء بنقطة 1 2 3 4 5 حتى وصلنا للتسعود، هذا الشيء درناه، هذا الشيء هو اللي قلت، ولكن التحقتي ما كاين باس انه راه ماشي غير بوحدك عاد التحقتي، غيكونوا بزاف الاخوان التحقوا، فعلى ديك الشيء كنعطي هذا السنتاز. اذا هاد 9 نقاط هما تقسموا الى حلفين ياك. وغريب السي كريم معنا من الاول وراه هضرنا على اين. اذا انا غنلخص، اذا قلنا بان 9 نقاط هما تقسموا الى حلفين او الى قسمين. قسم وصلنا لنتائج آنية دابا، شنو هي؟
الشهادة التي تطلب من المدير الإقليمي بأن صاحب الإعاقة الحركية لا يمكن أن يدرس مدرسة، حيدناها. جوج، الشهادة الطبية التي تطلب لفائدة الطفل في وضعية إعاقة ذهنية، قبلناها. علاش؟ لأنها لصالح الطفل. اللي ما قدرش يجيبها ماشي مشكل، ولكن راه الطفل اللي غيتأثر، بمعنى أنه لو كان طفل عنده توحد وهو عنده غير شهادة الإعاقة فيها ذهنية، يقدر ياخذ تعريفة ديال ذهنية ماشي ديال التوحد، وحنا كنعرفوا بأن التعريفة ديال التوحد أكثر. إذا هذه وصلنا لها. تبسيط المساطر، ما معنى تبسيط المساطر؟ أنه اللي ناقصاه شي حاجة، الناس ديال التعاون الوطني يصبروا معاه، يعاونوه. هذا المسألة ديال الشواهد الطبية إذا كان مشكل، استعداد الوزيرة إلى التدخل لدى وزير الصحة في أي منطقة، في أي سونتي، في أي مدينة. إذا استعداد هذا. شنو عاوتاني؟ منحة في شهر 7، منحة في شهر 7، ومنحة في شهر 1. قبل شهر 7، إذا هذه وصلنا لها. نوار سيرلو. شنو بقى؟ بقاو نقط أخرى هي غادي ما يمكنش، مثلا ما غنقول الضمان الاجتماعي، واش بغينا ديك الساعات في ديك ثلاثه ولا اربعه السوايع غادي تقول لنا الوزيره صافي غدا غنديروا الضمان الاجتماعي؟ لا، قالت بان هناك ورش للحمايه الاجتماعيه اطلقه صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، وبشكل منطقي هاد الناس خدامين غنشوفوا الصيغه اللي غيستافدوا من هاد الورش. دخلنا كنقولوا لا اودي، ما يمكنش بان مدرسه ديال الدولة أو لا مؤسسة ديال البلدية ولا ديال دار الثقافة ولا كذا كتشتغل فيها واحد الجمعية، وانتم كتقولوا أودي جيب لنا أن هذه المؤسسة ترجع ديال الحماية الاجتماعية. قالت لك أسيدي هذه النقطة صافي حيدناها. إذا مجموعة ديال النقاط، أنا هذاك التقرير ما كرهتش نادية طرحت داك الشال الدماغي، راه ناقشناها نادية وقلنا وعاودنا لكم بأن الشال ماشي إعاقة دينية، وإنما يديروا الشال الدماغي إم سي ولا إيمو، يعني حيدنا هذيك المسألة. لا لا نادية، إذا هاد المطالب كاملة وصلنا لها، علما بأن هاد المطالب اللي قالوا الإخوان في الأسئلة ديالهم بالنسبة للمهن اللي خصها تزاد، بحال المنظفات، بحال الشواش، بحال كذا، بالنسبة للخلصة ديال المدير اللي خصها تكون ضرورية في الأول، بالنسبة هذه أمور كاملة هي اللي قلنا بأنها راه غير غيدوز هذا الشيء ديال التماسك، غادي نجلسوا ديك الساعات على طاولة النقاش. وهنا المدعو الجميع، جميع الإخوان مدعوين أنهم يكونوا عندهم مقترحات واضحة. أنا مع السي أحمد بأنه راه كاين بزاف الناس كيجي كيبقى يقترح عليك ويحمي راسهم شي، وأنا لا زعما ما كنقصدش شي واحد بعينيه أنه دابا سول ولا شي حاجة، لا، ولكن هذه المسألة أنا كنعرفها، أعطيني مقترح هي خدم معايا فيه، هي سيغولي ونمشي ونقولوا بسميتك، حيت أنا رانا عندي خدمة واحدة أخرى. غادي يجي مثلا شي واحد يقول لي ولا هضروا على الصوفرية، شنو هي هضروا على الصوفرية؟ أعطيني شي مقترح، القدر أنا ما تبليش، أنا راه ما كيعنيش مثلا أنا راه دخلت هنا قبيلة السيكراب زي يمكن مشى ما بقاش معانا، أنه كيهضر على المختصين وكذا، المختص ما غتلقى حتى شي حاجة، ما كاينش، حيت هنا دي بوان كتهم مجموعة المجالات، وما غتلقاش شي واحد مختص في جميع المجالات. على ديك الشيء هذا الشيء اللي قال السي أحمد قبيلة وقلت حنا نصوم دي بورت بارول، راه لا كونفيغوراسيون غتكون ديالنا كاملين. كاملين. إذا من النقطة هي دابا دعوة إلى الجميع بالنسبة للحماية الاجتماعية، اللي كيفهم في الورش ديال الحماية الاجتماعية وكيفاش الفلسفة ديالو، يعملنا واحد التصور ديال كيفاش هاد العاملين في هاد المجال المراكز كاملين يدخلوا في هاد الورش، يكون هكا نوار سير بلون، حيت هاد الوزارة وهاد هذا حنا عارفين خصك تعطيه ديك الشيء فين زيرو، واخا يكون باغي يخدم حيت عنده بزاف من طرق بالراس. إذن أظن بأن الصورة وضحت حتى بالنسبة اللي عاد التحق بنا مؤخرا، ممكن نقاط اللي صافي وصلنا لها النتيجة مباشرة راح نعطيناهم، وكنا نقاط اللي غادي تناقش في إطار لجان، أنتم مدعوون جميعا باش تعطينا المقترحات. أظن الآن ندوزو سيستافا، كاين جوج ديال الناس طلبوا هذا الشيء اللي بغيت نقول، ندوز دابا الناس اللي باغيين يدخلوا، كاين هند وكاين حافظ، هما الأولين طلبوا يهضروا. شو إلا كانوا باقيين حافظ خارفين هو حافظ هند ولا حافظ اللي موجود يتفضل. قلت يا خسنين نعطيه للصوم ها حافظ وهند بومات
سي حفيد تفضل. حفيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. كلاس مصطفى بخير. الله يحفظك ويجزيك. مرحبا بالاخوين، مرحبا بالاخوه المتتبعين. المهم انا السؤال اللي كنت عليه نطرحه ربما تجاوب عليه، بقي واحد النقطه اللي مهمه ربما بغيت نشاد ليها وكنت ربما تناقش مع السي احمد، ومساله يعني كما قلت جبتيها انت السي مصطفى وقضيه التحملات. انا اظن مساله شهاده الاعاقه يعني تكون اعاده النظر في هذه المساله، هذه يكفي ان الوليد عنده الاعاقه، انا ما نبقاش نطلب منه لا شهاده، ما نطلب منه لا رميد، ما نطلب منه شهاده اداريه. الشهاده الاداريه والرميد نقطه اللي ما عرفتش ما شو ما تهرتش ولا داك، وكنأكد عليها يعني الناس كترهقهم شي شويه، وحنا عارفين سيتو بعض الاعاقات اللي حتى بعض الموظفين اللي مثلا عنده واخا عنده واحد عنده السميك وعنده دخل شهري فهو ما يقدرش يواكب زعما المصاريف تاع الابن ديالو. فاذا هذه النقطه نتاع الرميد او الشهاده الاداريه حب هذا ربما تجي في اطار اللجان، ولو انها مساله اللجان انا بعدا شخصيا ما عرفت كعرف حنا شي مختار شي حويجات مي كانوا لهم اللجان، راه ربما تما فين كنقبروهم اكثر من يعني كلمه على السي احمد ان النضال وما زد من النضال، راه ضروري خصو يكون وسيت على هذه النقطه هذه. واش وقت سي حفيظ، هو الشهاده ديال الاعاقه جبدناها، والشهاده الطبيه جبدناها، والرميد والاداريه جبدناها، وبقي العقل ان ليلى فوزيه طرحت الفكره ديال ان هل يعقل ان انسان عنده لا سينيسيس كياخذ 3000 درهم كيتحرم من ولده باش ما يدخلش يستافد؟ وانا مع اي طفل فيه اعاقه خصو يستافد، انا معها، وسوف تناقش في اللجنه التقنيه، سوف تناقش. وكون علاقين ديك القضيه ديال اللجان انها تقبر، لا بالعكس، هذه لجنه تقنيه التي سوف تسرع التتبع. علاش؟ لان الى ما داروا معنا شي حاجه غادي نرجعوا للقواعد. سمحوا لينا راه داروا معنا اجتماع وراه قلنا هادشي راه ما كاين شيء، اش ظهر لكم؟ نكملوا ولا نرجعوا؟ الله هنا الان بدينا دخلنا لواحد المرحله جديه، اما غادي نزيدوا قدام اما. ولكن بامانه انا اقول الامانه هو ان كاينه نيه ديال السيده الوزيره والطاقم ديالها والسيد الكاتب العام بالنيابه انهم باغين يحلوا هذا المشكل هذا ديال صندوق التماسك الاجتماعي، وهو هم على درايه تامه بالمشاكل ديالو. هادشي علاش قال لك اودي عطيونا لجنه ناقشوا معنا نقطه بنقطه اللي كاينه في وزاره التحملات، اللي غادي نقدروا نحلوها غادي نغيروها، اللي ما غاش نقدروا غادي نترافعوا عليها مجموعين في المسائل ديالها. تفضل السي رشيد. اللي طالب كلمه السي رشيد ومن بعد السي يدير. السي رشيد تفضل، اكسيفي الميكرو هذا. السلام عليكم. شكرا اخوان، شكرا لكم اولا على المهمه الصعبه اللي قمتوا بها تجاه السيده الوزيره في اطار اللجنه المصغره ديال التواصل معها. انا عندي واحد النقطه ديال المساله ديال التغطيه الصحيه. بالنسبه للتغطيه الصحيه في نظري انايا يعني جميع الاطور يمشي يعني دار لهم ذاك النظام ديال الاوتو انتربرونور، يعني ديال المقاول الذاتي اللي ولا دابا مسموح به الجميع كيدير، يعني الشخص الذاتي كيدير هذاك يعني كيصوب كياسس الشركه ديالو في اطار مقاول ذاتي وتيولي يخلص هو لا سينيس على راسو. علاش؟ حيت الا جينا دخلنا الجمعيات هما كفاعلين جمعويين اللي هما ذات صيغه غير نفعيه ودخلناهم في هذا الاطار ديال العقده مع 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 مع, مع, مع مختلف الاطر عقده عمل، غادي يولي في النهار اللي غادي هذاك الاطار يبغي يمشي بحاله لسبب من الاسباب غادي توجه للمحكمه باش يحاول يستخلص هذيك الامور ديال صفيه الحساب، يعني ديال لو سولد دو تو كونت، وغادي هذا يخلق مشكل كبير للجمعيات يعني يعني في مستقبلا. اذا كنظن يعني كيف ما قلتي غيداروا دي كونترا تيب اللي غادي يكون كيجمع هذاك المقاول الذاتي مع الجمعيه في اطار برنامج اللي هو مدعوم من طرف وزاره. شكرا، كنظن هذا يكفي. الكلمه الان السيدي. تفضل السيدي. شكرا سي مصطفى، شكرا سي احمد، شكرا للجميع، شكرا للاخوات والاخوان. غير بدايه انا كنشد على ايدي الوفد اللي كان
يعني تحمل العيب والمسؤولية وتحملها بأمانة وبصدق، وهذه المسألة لا تناقش. يعني سي با اوجوردي اللي غادي نعرفوا سي الحوات او لا سي مصطفى او لا فوزية او لا عائشة او لا الاخوان كاملين، يسمح لي اللي ما ذكرتش السميه ديالو. دونك هذه مساله يكون فروغ منها. المساله الثانيه واللي كنأكد عليها، وهي ان يجب ان الجميع ينخرط في هذه العمليه ديال 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 النضال وديال حمل هذه القضيه، ويجب ان نحملها كتابه. بركه من الشفوي، لانه كاين اللي كيقول لك الحاجه وكتقول لي واعطيني وثقها لي الله يرضي عليك، لانه انا ملي غادي نمشي نتناقش ولا هذا خصني شي حاجه اللي كنستند عليها. والسي حوات راه قالها تقريبا شي ثلاثه ولا اربعه المرات وعنده الحق، وانا كنزكي هذه المساله هذه، لانه كيف كنقولوا اللي كيشطح ما تيخبيش اللحيه، راه هذا الشيء اللي كاين. وما كنطلبوش شي حاجه لروسنا، حنا كنطلبوا القضيه واللي كيتسني شي حاجه يجي يديها. دونك هذه مسألة ثانية. والمسألة الثالثة وهي أن المخرجات حاليا، أن كاين اللي اقتنعت به الوزيرة والوزارة، وأساسي أن اللجنة التقنية تشتغل في هذه المسألة، ويجب الحيطة والحذر في اللجنة التقنية، لأن التفاصيل راه الشيطان يكمن في التفاصيل، ولكن في نفس الوقت راه بعض الحلول تخرج من هذه اللجان التقنيه. يجب ان نكونوا كذلك استحضار، وهنايا الاخوان اكدوا عليها وكنأكد عليها، استحضار السياسه ديال الحمايه الاجتماعيه في المغرب بكل ابعاد ديالها. لانه دابا كنهضروا على صندوق التماسك الاجتماعي، راه صندوق التماسك الاجتماعي راه ما بقاش ليه بزاف، وغادي يتحيد الرميد، غادي يتحيد كل شيء، غادي يتحيد، لانه كل شيء غادي يجتمع في داك في اطار السجل الاجتماعي الموحد. وهنايا انا هذه مناشده لان الاخوان اللي غادي يكونوا في اللجنه التقنيه، ان هذه المساله تطرح وتثار ديال السجل الاجتماعي الموحد، وكل الاشخاص قضيه اعاقه بغض النظر عن المدخول ديال الاسره، ان الاعاقه هي اللي تكون الاساس ديال التقييس، دونك لا كومبونساسيون ديال لونديكاب. مساله ديال بالنسبه للسائقين ولا هذا، هنا كاين البانوبلي ديال الى استطاعوا الجمعيات انها تكون تجبر واحد الحل اللي هو قانوني تبارك الله، ما كانش راك شار سي رشيد، لان المسائل ديال لوطو انتربرونور يعني المقاول ذاتي، وكاين دابا التغطيه الصحيه للسائقين المهنيين يقدر نمشيو في هذا الاطار. دابا كنفكر غير باوتوا مع الجميع، يعني هادو مسائل كامله اللي خصها تكون مستحضره. وباش ما نطولش انكور اون فوا تبارك الله عليكم، كنشد على يديكم، لان صراحه خدمه كثيره بزاف، وحنايا حنا في بلادنا، لانه بعض المرات حتى وهنا نداء للجمعيات سواء اللي حاضرين هنا او اللي ما حاضرينش، راه ما يمكنش نهائيا واحد مجموعه ديال الاشخاص يتعرضوا لواحد الضغوطات ويوقفوا ويضحيوا بالرصيد ديالهم وبزاف ديال الحوايج ديالهم، وحنا المغاربه راه باقي فينا شويه ديال الخوف وشويه ديال الخلعه، راه النظام فيه وفيه، انا كنناضل معاك ولكن ما خصنيش ما كنبانش، باش الا كانت الربح راني رابح، كانت الخساره خسر غير بوحدك، لا خصنا نناضلوا كاملين. ودو توت فاصون ما تنطلبوش شي حاجه كيف قلت القضيه، لانها فيها ديال هاد الاطفال، فيها ديال هذا، وقضيه الاعاقه راه متشعبه. انا هذا المجال ديال التربيه الدامجه وديال التربيه وديال هذا ما كان يعني ما محتكش به بزاف، دونك ما نقدرش نهضر قدام سي احمد او لا سي مصطفى ولا الاخوات كاملين، ولكن الحضور، وخصنا يكونوا عندنا الملفات ديالنا مضبوطه. وقال سي مصطفى واحد الكلمه قبيله، ما يمكن لناش ندافعوا على شي حاجه اللي ماشي هي قانونيه. والفكره ديال انه الهدف الاساس هو ان كل طفل عنده الامكانيه ديال انه يولج للمدرسه العموميه، المكان ديالو في المدرسه العموميه، راه النجاح ديالنا جميع هو نهار اللي يكونوا هاد المراكز فيها عدد قليل، وفيها يعني سوغي سوغ لو غاتو، وفيها المواكبه، وفيها لاكونطانيومو، وكنجي غير باش نرونفورسي ليديوكاسيون ناسيونال، وباش نرونفورسي. وهاد المساله اللي دارت اللي قالت وشاروا الاخوان ديال الوزاره، ديال انك تهضر مع وزير التربيه الوطنيه ووزير الصحه، جميل جدا، لان لابروش راه سي لابروش ديسيبلينير، راه ما يمكنش لا المراكز تنجح ولا التربيه الدامجه تنجح الا ما اجتمع الا ما كانش الجميع. والحاجه اللي كنعرفها ولا هذا راه ديال الجميع. وشكرا جزيلا، امرا اخرى برافو عليكم، تبارك الله عليكم. شكرا سيدي. شكرا سيدي.
وهذا التفكير او الطفو اللي درتيه اليوم حنا راه غادي نتبعوك بمراسله، حيت دابا هذه انت كتهضر جاتني فكره مع السي احمد غنديروها. جميع الاطر ديالنا والاصدقاء ديالنا العاملين في المجال سنكاتبكم باش تفيدونا في هذا المجال. هذا دابا تصور هو اللي حضر عندي تصور ديال الانفتاح. هي اصلا دوله مشات في هذا الجانب. مثلا شفنا النموذج السنماوي شنو دارت اللجنه، راه هبطت الاقاليم وكذا وكتجمع لهذا، راه نفس التصور باللي دابا. ما غيمكنش انا غادي نحيط بهذا الموضوع، لا انا لا انت لا السي احمد لا حتى شي واحد، لا على مستوى التشعب موضوع الاعاقه ولا على مستوى الالمام بالشيء. رانا احنا كنكملوا بعضياتنا. اذا على ديك الشيء الدعوه مفتوحه للجميع، ولكن الناس اللي عندنا صداقه معاهم غادي نصيفطوا لكم في موضوع ما اللي غتكون لجنه كذا، نطلب منكم مدنا بما تروه مناسبا في موضوع مثلا الضمان الاجتماعي لهذا. وهضر لي اخويا على ديك السجل الموحد، وهضر لي على ديك هذا. المهم غنامبليكيكم معنا بغيتوا ولا كرهتوا. السلام عليكم. تفضل سي احمد. شكون اللي باقا هند اللي انا كانت طالبه؟ واش باقا هند بومال؟ ما عرفتش شكون هند ديال كازا. هند كازا كانت داخله وكانت هزايده باغا تدوي الا كانت باقا. شكون اللي باغي يدخل؟ ما كاين حتى شي مشكل. اللي هذا كاين دخل لنا لنا عينا واحد شويه لنا باقي التعب. دونك غادي نزيدو الا كانوا شي وحدين باغيين. سميره اختي لا سي سميره نعطيك هذا. دونك تفضلي يا سميره باختي، تفضلي تحيي الميكرو. مساء النور، تحيه للجميع. اولا غنرجع شويه، اسمحوا لي غنرجع للكلمه ديال الاستاذ الحوات بخصوص واحد جوج ديال الاعاقات اللي دائما منسيين، الاعاقه السمعيه والاعاقه البصريه. كيف كتعرفوا من جات التربيه الدامجه واحد المجموعه ديال المراكز اللي تسدات. احنا مع الاطفال في وضعيه اعاقه انهم يدخلوا المدرسه، ولكن المدرسه خصها واحد المجموعه من يعني من التحضيرات، منها الولوجيات، منها تكوين المعلمين، منها حتى المرافق الصحيه، الناقل الى اخره. السي الحوات قال بان لغه الاشاره غادي تدخل المدرسه العموميه ولغه الطلب ماشي غتدخل، كنطلبوا غير ملتمس، هذا كنطلبوا باش تكون داخله. استاذ الحوات اوكي كان صادر، ولاني انا اظن ان نوحدوا لغه الاشاره اولا، نديروا تكوين المعلم والاطر داخل المؤسسات بلغه الاشاره، وايضا بكتابه براي. لان ما يمكنش نسدوا مراكز بحجه التربيه الدامجه ونصيفطوا التلاميذ للمدرسه العموميه والمدرسه العموميه غير مؤهله، مما يقصي واحد المجموعه راجعين باكمله قصيه من التعليم العمومي. وهذا الامر انا في اعتقادي كان هو بنفس الاهميه لمناقشه دفتر التحملات، لان دفتر التحملات باش نناقشوا هاد النقاط بتسعود. انا برافو عليكم وعلى النقاط اللي كيف كنقولوا حصرتوا فيها الوزيره ودخلات في هذا النقاش، متفقين. وليني هاد الدفتر التحملات حنا علاش نقيموا تجويد هاد الدفتر؟ لمصلحه من؟ لمصلحه التلاميذ او التربيه الدامجه؟ التربيه الدامجه يعني موضوعين متوازيين، خصنا حتى هاد الاطفال لن اقول الفئات حتى هما ياخذوا حقهم في المؤسسات. هذه نقطه. النقطه الثانيه بالنسبه للنضال، النضال انا على ما اظن هو وكرامه الانسان شيئين متوازيين ايضا. مني النضال لا يطلب من الانسان، وما يمكنش لك تطلب من الانسان انه تكون عنده كرامه او ما تكونش عنده كرامه. انسان مناضل يناضل، انسان غير مناضل لا يناضل. كنعرفوا المجموعه من الاخوان والاخوات الله يهديهم
لسان طويل في التدوينات وفي الشعارات وحتى احيانا امام المنابر الاعلاميه الالكترونيه، لكن وقت الجد لا نجد احدا. وهذا الموضوع يضعنا دائما في حرج كبير مع المؤسسات او المسؤولين. وانا شخصيا تعرضت للاحراج اكثر من مره، واخرها كان لنفس الاسباب. تمدرس الاشخاص في وضعيه اعاقه توصلنا كمنتدى مغربي لمناصره النساء وامهات الاطفال في وضعيه اعاقه مجموعه من الشكايات من اباء وامهات الاطفال، الاعاقه الذهنيه السمعيه البصريه، مجموعه من الاعاقات، مجموعه من اطر مراكز او المنظمه العلويه للمكفوفين. على اثر هذه الشكايات اللي كانت اغلبها شفويه او عبر الهاتف، حررنا مذكرات قمنا بتقديمها. لكن ملي كتجي كتسول على الاسماء ديال المتضررين او العدد ديالهم او معلومات التي يعني تفيد هذه الشكايه، لا تجد احدا. كتبقى يعني شكايه فارغه. وشكرا. شكرا للا سميره. هو ان النقطه الاولى ترناها بوضوح وبامانه مع السيده الوزيره، وقلنا لها بان الاعاقه السمعيه اولا راه حد الابتدائي وكيخرجوهم، وما كايناش لغه ديال الاشاره موحده، وبالنسبه للاطفال في وضع اعاقه بصريه او ضعاف البصر ما كاينش براي داخل المؤسسات. وهذا هي اللي قالت لي بدي انا احنا كوزاره غادي ندعموا التربيه الدامجه، ولكن غير قولي فين غندعموها. قلنا لها بتي راه خص الوزاره تقول لك اللي غدير. احنا كمجتمع مدني ومع الوزاره كنطالبوا بحقوق جميع الاطفال يستافدوا من التربيه الدامجه، ولكن خص وزاره التربيه الوطنيه تقول لك اشنو اللي غدير وحنا نقولوا اشنو غادي نديروا. وفعلا ان هذه النقطه هذه تارت وغادي يدار فيها ملتمس على اساس ان وزاره التربيه الوطنيه ووزاره التضامن تسرع بعد بلغه الاشاره الموحده، وعلى اساس ان دخل المؤسسات اللي كنقول دخل انا خصي دار تكوين الاساتذه واللغه ديال البراي خصها دار تكوين. انا مع المركز ديال الاعاقه البصريه ديال المكوفي خصو يبقى. علاش؟ على الاقل يدار فيه الدعم. على الاقل كاين وليدات مثلا اللي يمكن يباتوا فيه. كاين واحد مجموعه ديال الاشياء راه ملي كندويو هادشي ما كنقولوش المراكز تسد. مراكز غادي تبقى، ولكن كاين الاعاقات اللي كتصعب دخول المؤسسات غتبقى في المراكز، ويولي عندها دور ديالها ديال المواكبه ديال التكوين ديال اذكاء الوعي. المركز راه خصو يدير اذكاء الوعي ويجمع فيه مجموعه ديال الفاعلين ويناقش معهم مجموعه ديال المواضيع، يخلق واحد جسر التواصل ما بينه وما بين المؤسسه. بالنسبه للنضال، نضال شنو نقول لك؟ نضال هو لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. بغيت نبقى نزيد فيها ونعطي السي مصطفى الكلمه، وانا راه يمكن قريب يمشي ليا الباتري. تفضل سي مصطفى. واش الباتري ديالك كشخص ولا الباتري ديال بجوج؟ بجوج يا مصطفى والله العظيم الا انا مشي لي الباتري ديالي انا. الله يجزيك. انا اللي كان غير هذه المساله هذه ديال اللي قلتي اللي قالت لها سميره واللي هضرتي عليها انت، راه فعلا كان كلام حول التربيه الدامجه وان يجب تاهيل المحيط. حتى انا قلت لهذه المساله للسيده الوزيره، تشوف راه في غياب تاهيل المحيط راه ما يمكنش نديروا التربيه الدامجه. قالت بانهم الان بصدد تحيين الاتفاقيه ديالهم مع وزاره التربيه الوطنيه، وقالت اودي ما كرهناكمش حتى نتوما تكونوا معنا باش تعاونونا وتعطيو البدل ديالكم. اذا هي فلسفه خصها مجموعه ديال الامور واحد الشروط باش تخدم، وحنا غاديين شويه بشويه. علاش؟ حنا بغينا الجميع ينخرط راه على هذه المساله. اما الا جينا غير هاد الاخوان اللي غيدخلوا يحاوروا راه لا تكلنا عليهم، راه خصنا نبقى واحد 3 سنين وحنا كنحاوروا ولا 4 سنين. بغي باش يكون حوار جاد ومسؤول وفيه مقترحات اللي منطقيه راه غتهضر هنا. بار كونتر الا خدمنا كاملين راه ممكن غيكونوا امور اللي واجده. اذا كنظن بان واحد السيد كان العماري كان هاز سبعه، كان زيدو قبيله بغا يدوي. عماري فين هو السي العماري؟ نشوفوا باش نعطيه
جبال الأطلس. سي العماري واش باقي معنا بعدا بلاتي عماري؟ ها هو اسوسيسيون كذا بلاتي. سي عماري نعطيك، يلا افتح الميكرو باش تدخل. يا سي عمر، يا عمر تفضل. داكو، السلام عليكم. السلام الله. تحيه لكم من جبال الاطلس. مرحبا. اذا كنشكركم على هذا العمل الجبار اللي كتقوموا به، وعبرت مرارا وتكرارا على المساندة ديالنا لكم، ولما هذه المرة ما توفقناش باش نحضر معكم في الوقفة، رغم أنني كنت حضرت معكم في ذيك الوقفة السابقة ديال العام فايت. راه السي حمد راه كان تلاقيت السي حمد تمايا. إذا بالنسبة للمخرجات ديال هذا الحوار هذا اللي درتو مع السيدة الوزيرة كنشكركم بزاف. يعني كانوا مطالب في الصميم، كنا يعني نطالب بها ولو يعني كما قلتوا في الخفاء، ماشي في الخفاء، ولكن لسوء الحظ البعد الجغرافي شي شويه على يعني على مركز القرار، ولكن رغم ذلك فاحنا كنتعاطفوا ويعني وعندنا نفس الهم على هذه الفئه هذه. فواحد النقطه السي احمد ما تطرقتولهاش مزيان، يعني ما كانش النقاش فيها مستفيض، هي ديال دوك الاقسام ديال يعني ديال قاعات الموالي. فإلا كنا بغينا يعني ندمجوا او يعني نشاركوا واحد العدد مهم ديال الاطفال في هذه القاعات هادو، فإلى حدود الساعه القطاع الوصي على 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 هذوك القاعات يعني وزاره التربيه الوطنيه، ف أكثرية القاعات لا زالت غير مجهزة. وخا بغيتي يعني تسجل واحد العدد المهم ديال الأطفال، فالتجهيزات غير كافية. إذا مازال نقاش في هذا السطر هذا، نتمنى إن شاء الله هذه النقطة هذه تيروها بجدية، وفقا يعني كما قلتوا الأطفال اللي عندهم إعاقات خفيفة فالمكان الطبيعي ديالهم هما يعني المدى هو الفضاء المدرسي. وكنشكركم مرة أخرى، وتحية لإيطاليا، ولنا إن شاء الله لقاء، ولنا أيضا يعني تفاعلات أخرى في مناسبات أخرى، وشكرا للجميع. شكرا سي العماري. بالنسبة لقاعة الموارد تحدثنا عليها وتحدثنا عليها، وقلنا بأن هذا تجهيز الوزارة باغا تدخل، وزارة التضامن كانت باغا تدخل التجهيز وهذا، ولكن قلنا لها بأن راه الوزارة عندها ميزانية ديال التجهيز وعندها ميزانية ديال الولوجيات، وهذا هو اللي غادي يكون أننا في إطار اللجنة التقنية كيفاش غادي نحطوا تصور ديال قاعة الموارد، كيفاش لو فونكسيونمون ديالها بواحد الدليل مسطري ديالها هي، وعلى أساس مع الاتفاقية اللي غتكون ما بين التضامن وما بين وزارة التربية الوطنية، هنا غادي يتحدوا المسؤوليات، اشنو اللي غدير وزاره التربيه الوطنيه، وعاده اشنو هو اللي ممكن تدير وزاره التضامن. تفضل سي مصطفى. شكرا سي احمد، وشكرا للحضور. كنظن بان اوفينا سي احمد. سي مصطفى لا فوزية. نعم عندي غير واحد اقترح، غير واحد التوضيح، انا ما كنتش معكم من الاول، ولكن هذا التصور اللي درنا ديال العمل بخصوص هذيك اللجنه اللي غادي تبقى في تشاور دائم مع المجتمع المدني في جميع انحاء المغرب، هذه مهمه جدا. ولكن انا كنبغي الا كان المجتمع المدني في الاقتراح ديالو في شي نقطه معينه يعطينا البديل، مثلا كذا وكذا، اعطيونا شي مقترحات لهذه اللجنه التقنيه اللي هي غادي تكون دائمه وغادي تكون كتباشر يعني حل المشاكل وتعطي، لان احنا راه المسؤول دائما كتقول له عجبتني شي هذه الحاجه كيقول لك شنو هو البديل، شنو احنا اللي احنا الممارسين، احنا اللي سنوات كبيره وحنا في المجال، فاذا دونك حنا
كجمعيات اللي نقدو نقترحوا ماشي كنعطيو السمح نقترحوا البدائل. وهنا غادي نكونوا واقعيين ونكونوا عمليين ونكونوا يعني في واحد الاطار اللي هو عنده واحد المقومات ديال واحد الناس واحد المجتمع مدني في المغرب اللي كيشتغل في المجال ديال الاعاقه واللي عنده واحد التصور واضح باش يحل المشاكل ديال الاشخاص وضعيه الاعاقه فاش ما كان في المجال ديال التعليم في الصحه في التكوين الى غير ذلك. اكتفي بهذا. شكرا لاله فوزيه. شي واحد كان هزيدو السي رشيد ولكن الا كان شي واحد اخر ما لكن غادي نعاود. لا لا كان انا هزيدو ولا حتى السي رشيد كان تدخل قبيله. أظن بأن كل ما كان يجب أن يقال فقد خير. في واحد 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 مصطفى سي مصطفى واحد الله يستر عليك واحد هزيدو معنا واحد وي قال سي واحد بلاتي واحد بلاتي نعطيك تفضل سي واحد. سي واحد حل الميكرو تفضل. السلام عليكم تحياتي للاخوان. كنشكروا الاعضاء ديال المرصد وكذلك الاتحاد على هذه البادره صراحه لان كان واحد متنفس للجمعيات اللي كتسير المراكز لان كما كنعرفوا من نهار بدا التماسك بداو شويه المشاكل ديال هاد السير ديال هاد المراكز خصوصا في اداء الاجور ديال المستخدمين واللي كان إشكال كبير بالنسبة للجمعيات كثيرة اللي وصلت فيها المحاكم وصلوا فيها الأمور عديدة. أنا اللي النقطة اللي بغيت حتى عليها اللجنة أو لا أنه الناس اللي غادي يكون عندهم تواصل مع الناس الوزارة وهو أنه هذا التماسك من خلال المساطر ومن خلال دفتر تحملات ديال الصندوق تاع التماسك الاجتماعي أنه قتل الجودة في أداء الخدمات بالنسبة لهذا المراكز أنه ما بقيناش كنلمسوا الجودة وهذا من خلال الشكايات ديال الآباء ومن خلال الأمور اللي بداو كيلاحظوها الآباء أنه الناس ولاو منهمكين في المساطير منهمكين في الباباس ديال هذا دعم التماسك والجودة نسات لأنه هاد الأمور اللي جاب بها الصندوق ديال التماسك قتل الجودة ديال الخدمات ديال هاد. علاش؟ لان كيفاش حنا بغينا انه مستخدمين باش انه يديروا واحد العمل اللي يكون في المستوى اللي يكون واحد التكفل كيلائم القدرات ديال كل الاطفال وكنقلبوا على النتائج وهو ما مخلص نفسيه ما كايناش مخلص للشهور عام عام ونص كل جمعيه حنا هاد المسائل هادو كنلمسوها كل يوم كيفاش انه لان خصنا هاد المساله ديال الجوده نهضروا عليها انه في سميتو هذا لان كثرت تعقيدات في هاد المساطير وحنا هما عاوتاني تزادت هاد الشهادات ديال الاعاقه انتي دونك ها امور اخرى اللي كتزيد كتعقد في الامور دونك كيفاش حنا كنقلبوا على الجوده كنقلبوا على انه هاد الاطفال نوفروا لهم خدمات اللي كتليق بالمستوى ديالهم كنحاولوا باش ندمجوهم وحنا كاينه باباس اللي هي ثقيله بالمقابل ما كاينش ديك الالتزامات ديال القطاع الوصيل اللي هي الوزاره او التعاون الوطني من خلال انه المنحه تكون في واحد الوقت انه باش انه الناس كيفاش لا يعقل على انه نبدا انا السنه في شهر 9 والمنحه ما نشد حتى الشهر 6 7 راه لا يعقل هذه امور اللي خص نركزوا عليها خويا احمد وخويا مصطفى والاخوان كاملين نحاولوا نركزوا على هذه المساله. الجوده راه مهمه لان باش انه نقلبوا على هذه المسائل ونهضروها على هذه الامور الشكليه ونساو الاساس اللي هو انه هذه الخدمات تكون عندها جوده بالنسبه لهاد الاطفال. فهذه المساله انا هذا هو التدخل ديالي خويا احمد ومصطفى واختي فوزيه وانتي الاخوان كاملين وكنشكركم لان صراحه النضال راه عنده مواليه والنضال راه سلوك حضاري وسلوك اللي لان احنا خدينا على العاتق ديالنا انه ملي انخرطنا في المرصد خدينا على العاتق ديالنا على انه الدفاع على حقوق ديال هذه الفئه هذه. دونك كنحيي جميع الاعضاء ديال المرصد وكنحيي هذه البادره هذه وكنشكركم وليله سعيده لكم والجميع اللي كيسمعوا لنا. شكرا سي واحد. هو ان عندنا وعد من عند السيده الوزيره كتقول بان المنحه ديال هذه السنه هذه اللي كنعمروا لها الملفات انهم غيتوصلوا بها في شهر 7 هذا شيء والمنحه ديال 22 23 غادي يتعمروا لها الملفات الطلبه غادي يخرج في شهر 9 ولا 10 وعلى اساس ان المنحه غادي تخرج في شهر 1 دونك هذا
شيء ايجابي اذا هاد الوعد اللي عطاتنا الوزيره انه بقى وعملات عليه مع الاطور ديالها باش يخرجوا هذا الشيء. مصطفى اظن بان ختامه مسك واللايف راه هو غادي يبقى في الصفحه ديال المرصد. حاولوا ما امكن تقاسموه باش اللي ما سعفتوش الظروف يحضر معنا يطالع على شنو دار. غنحط لكم الميل اللي قلنا باش تفاعلوا فيه ونحن في انتظار تفاعلكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا تصبحون على خير. شكرا سي مصطفى. السلام عليكم على خير. الا كان واحد واحد القضيه وتبوبليو على الصفحه ديال السي احمد ولا الصفحه ديال السي مصطفى تبوبليو لو ليان ديال المرصد عاود ثاني حيت باش عدد ديال الناس ما واضح. مرحبا اوكي شكرا لكم وفيليسيتاسيون للجمهور. ليلى سعيده حياكم الله على خير.